نسمع أخبار كتيرة بالنسبة لمصر والأحداث مصر والشعب مصر، فإحنا كنا عاوزين نطمن على بلدنا الحبيبة. الشكوك اللي بنشوفها في الوقت الحالي في المجتمع عموما المصري وبالذات في المجتمع الأمريكاني. إذا حبينا نعرف شخصية السيد المسيح، من هو السيد المسيح؟ ما الذي يميز السيد المسيح؟ أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. أحبائي، في الفترة الأخيرة رأينا بعض الظواهر وأحداث تحدث في مصر تدل على طبيعة هذا الشعب المصري المتدين. بطبعنا كمصريين الدين جزء من شخصيتنا، الدين يلعب دور رئيسي في حياتنا. منذ التاريخ يعلمنا أن ارتباط الإنسان المصري بالدين شيء طبيعي وجزء من شخصيته، سواء كان المسيحي أو المسلم، وتصبح الكالتشر المصرية كلها مغطاة بالدين كغلاف خارجي. أقول كغلاف خارجي لأننا نرى أحيانا كثيرا مظاهر التدين الخارجية موجودة، ولكن في الداخل تصرفات قد تكون أبعد ما تكون عن الدين وروح الدين. لذلك أردنا اليوم أن نتحدث عن العلاقة بين الدين والدولة، العلاقة بين الإنسان المتدين وعلاقته بربنا وتأثير هذا على حياته في الدولة. ويبدأ السؤال، هل يجوز ويليق أن يصبح الدين هو المصدر الرئيسي لكل التشريعات أو التصرفات في الدولة؟ هل يصبح الدين جزء من كل نفس نأخذه ومن كل كلمة نقولها؟ هل هذا في مصلحة الدولة أن يكون الدين هو المرجع الرئيسي الذي يرجع ليه كل شخص يسن قانون أو ينظم تنظيم أو يقود مجموعة من الناس؟ هل الدين هدفه في النهاية أن يتسلط في حياة الناس بهذه الطريقة؟ رأينا في هذا في المجتمعات الشرقية بطريقة واضحة، ولكن رأينا في المجتمعات الغربية تناقض من هذا الأمر. كان في تاريخ المجتمع الغربي أو البلاد الغربية وقت كانت الدين والكنيسة هي المسيطرة على كل شيء وتتدخل في الحياة، ولكن بعد فترة لم تدم طويلا صار الشعب على هذا الوضع، وابتدأت حركة تصحيحية قادت في النهاية إلى تباعد بين الدين والدولة، وأصبحت الدين الممثل في الكنيسة هو عبادة للناس في الكنائس، وهو أيضا الذي يضع القواعد العامة للموراليتي أو الأخلاقيات الموجودة في المجتمع، لكن الدولة تسن قوانينها بطريقة واضحة مبني على مصلحة الدولة. وكان أكبر وضوح لهذا أو أكبر مكان حصل في هذا الأمر بوضوح هو في الولايات المتحدة الأمريكية هنا حيث نعيش، حيث أن قانون الدستور الأمريكي شرع في داخله مواد تحدد فصل كامل بين الدولة والدين مع احترام كامل لحرية الدين وحرية التعبير. هذا هو موضوع حديثنا اليوم، الدين والدولة، علاقة الدين بالدولة، وهل من مصلحة الدولة أن يكون الدين هو الطابع الرئيسي في كل تصرفاتها. اسمحوا لي قبل أن أستطرد في هذا الحديث أن أنا أرحب بصديق عزيز دائما بنسعد بوجوده ودائما بيسرينا بآرائه وأفكاره الجيدة، أستاذ إيليا مقار، منسق حركة جذور، أهلا بك معنا النهاردة. أهلا بك يا دكتور، أهلا بالمشاهدين. هل أنت إنسان متدين تريد أن يكون الدين هو المصدر الرئيسي لكل شيء في حياتك؟
أنا مش عارف أولاً أنا متدين ولا لأ، يعني أنا عندي قدر من الإيمان، يعني أعتقد محتاج لرعاية وزيادة، إنما هل أنا محتاج الدين يتحكم في دولة؟ لأ طبعاً، أنا يعني من أنصار فصل الدين عن دولة، سواء كنت عايش في الغرب أو عايش في مصر. التزاوج بين الدين والدولة خطر بيقضي على المجتمعات وبيقودها للتخلف، وأي دولة وبيقودها للصراعات كمان. يعني لما نيجي نتكلم على كده بعد كده على خطورة وليه مش عاوزين تزاوج بين السياسة والدين، هل من مصلحة الدولة، حضرتك قلت الكلام ده، هل من مصلحة الدولة تدخل الدين في السياسة؟ ممكن يكون مصلحة نظام الحكم، لو قلنا الدولة هي نظام الحكم، طبعا أحيانا يكون نظام الحكم بيحتاج إلى استكمال مشروعيته عن طريق استكمال مشروعيته عن من الحق الإلهي في الحكم، ودي لدرجات مختلفة. يعني أنا مش ما عنديش أسلوب يديني مشروعية، فبحتاج لرجال دين وبحتاج لدين يخلي الناس تخضع ليا ويسلموا لي تسليم مقدس، ويحصل فرز مقدس في المجتمعات، زي ما نتكلم عن بعد كده على خطورة الفرز المقدس، ويبقى الناس بتخضع للدولة مش لأنها بتحمي، لأنها جت بأصواتهم ولأنها بترعى مصالحهم، ولكن الدولة لها قدسية خاصة، وده بيضمن لها الاستمرار مهما كانت عدم كفائتها، وده اللي بيحصل في دول كتير احنا شايفينها. طيب، فكرة هل الدولة لازم تكون جزء من الدين أو لا، الفكرة دي ابتدت تظهر في الفترة الأخيرة في مصر في بعض الظاهر، مثلا فكرة أكشاك الفتوى، ودي اللي هتتحط مفروض انها في المترو. انا لغاية دلوقتي مش عارف، في معلومات قالت انه موافقوا عليها، ومعلومات قالت انه الوزارة لغتها بسبب الجدل اللي حصل حواليها. انا مش متأكد اذا كان هتعمل ولا لا، لكن مجرد انه الفكرة دي تنزل للمجتمع بتدل على ايه؟ بتدل على انه شخص ماشي في الشارع في حياته خطر في ذهنه حاجة، انا عاوز اخش المكان ده، اخش وما اخشوش، يقول استنى ويجري بسرعة على محطة المترو، يخش يقابل الشيخ ويقول له ايه رأيك سمحت الشيخ، اخش برجل اليمين اخش برجل الشمال، انا عملت. يعني هيصبح الدين جزء حتى من الحياة العادية، والتفكير او الفكر العام عن الدين هو علاقة بين الانسان والله، هتصبح الآن علاقة بين إنسان والله عن طريق الناس اللي في السكة اللي بيوصلوا الإنسان في نظرهم لله. تمام. هل ده كويس للمجتمع ولا لا؟ هو دي النقطة اللي أنا عاوز أتكلم بيها، يعني الفلسفة بتاعتها أو الحكمة وراءها دي ممكن يتناقش فيها الفقهاء، لكن هل ده شيء كويس للمجتمع؟ دعني أقدم لك الصورتين عشان نبقى عادلين. الصورة الأولى بتقول نعم ده كويس للمجتمع، لأنه الدين عموما بيحبز أمور جيدة. الدين هو اللي بيقولك ما تسرقش، الدين هو اللي بيقولك ما تكذبش، أي دين عموما بيقولك ما تكذبش ما تسرقش ما تقتلش ما تاخدش فلوس اللي عندك اللي مش من حقك، فإيه اللي يمنع ان احنا طول النهار نقول الكلام ده للناس؟ دي من ناحية. من ناحية أخرى النقطة التانية اللي ربما حضرتك هتتكلم عليها بالتفصيل أكتر، اللي بتقول لا، لما الدين يتدخل بهذه الطريقة الدين سيكون معوق لتقدم المجتمع اللي يريد الحرية في الانطلاق، وقد يحدد فكر الناس ويقيدهم. طيب انا عاوز افرق بين حاجتين، دور الدين في المجتمع كاختيار فردي وكممارسه جماعيه حتى او فرديه، وبين ان هو يكون ممتزج او متزوج مع نظام الحكم. من حق الناس ان هي تكون الدور بيلعب دور في حياتها سواء كبير او صغير، من حق الناس يكون لها قاعده ايمانيه بتنطلق منها وبتسهل حياتها وبتجاوب على اسئلتها الوجوديه عن الكل بيتعرض ليه الانسان في حياته. فده احنا مش ضده، احنا مش ضد ان الانسان يكون ليه متدين ويكون ليه دين ويكون ليه منظومه ايمانيه، انما اللي احنا ضده حقيقه هو ان تبني الدوله للدين. وده يعني قال عنده احد الكتاب ان التزاوج بين الدين والسياسه هو تحول الى العبوديه بلا نقصان، لان التزاوج ده بيعني كبت حرية الفكر وكبت حرية التفكير. لما يكون عندك منظومة دينية بتحكمك
بتحكم يومك وتحكم تصرفاتك وتحكم قوانينك، مفيش عندك مساحة للابتكار، مفيش عندك مساحة للإبداع، بتخلق الإبداع، بتتحول إلى عبد لمقدسات الخروج عليها يعتبر شرك ويعتبر جريمة وبيستعدي المجتمع عليك. فالدولة اللي فيها نظام حكم قائم على الدين، واحنا مثلا ممكن ناخد مثال السعودية مثلا، مساحة الفكر والإبداع فيها ضئيلة جدا، مساحة التحرر فيها ضئيلة جدا، حرية المرأة فيها ضعيفة جدا بمباركة من الناس. يعني انت لو جيت في السعودية مثلا، وده الخطورة، ان الناس بيتحولوا عبيد مخلصين. لو جيت في السعودية مثلا وكلمت على ان مش من حق الرجل يطلق مثلا زوجته بالإرادة المنفردة، الستات نفسهم هيخرجوا عليك ويطلبوا منك انت لا ده ضد الدين، انت واقف كده ضد الدين. فالناس بتتحول الى عبيد مخلصين حتى ضد الناس اللي بتطالب ليهم بالحرية. المجتمع اللي قائم على الدين شفناه قبل كده وبنشوفه لحد دلوقتي، يعني قتل حرية الإبداع والتفكير، قتل محاصرة المبدعين، شفناها في مصر مصادرة الكتب، شفنا إزاي يعني أدباء ومفكرين يعني يتم التفريق بينهم وبين زوجاتهم، قواعد محاكمات الحزبة كلها، المجتمع بيفضل يحاصر التفكير ويحاصر الإبداع لحد ما المجتمع نفسه يموت. علشان كده المجتمعات اللي تحررت بين التزاوج ده مجتمعات نمت وفيها إبداع وفيها تفكير وفيها تقدم. مش هتقدر توقف جزء من الإبداع والتفكير والحرية التفكير وتعتقد ان هيبقى عندك مخترعين مثلا، لان الاثنين مختلفين في الحقيقة. لا، لان انت بتبقى نظام كرست ما يسمى بالدجمة. الدجمة هي معناها بالعربي الوثوقية، يعني انا اثق في الحاكم واثق في المدرس بتاعي واثق في الناظر ولا اخرج عليهم. واعتبر الطاعة هنا هي مقياس للمواطنة. عدم الخروج على منظومة الدجمة دي هي مقياس المواطنة بتاعتي. فلا يمكن هيطلع عندي أديب ولا مفكر. واللحظات اللي نفتكرها مثلا اللي كان فيها ليبرالية شوية في مصر، هي دي اللي خرج فيها أم كلثوم وبعد كده وعبد الوهاب وعبد الحي وكل المغنيين وكل الممثلين والمسرح المصري اللي انتشر في العالم كله لحد دلوقتي، من الفترة اللي أنتجت الإبداع ده. ولما تقدر تكتم الإبداع ده سواء بالدين أو بالاستبداد، زي ممكن أحيانا حاصل دلوقتي مصادرة الأفكار ومصادرة النشاط وغلق الأفق السياسي، ده بيؤدي لمجتمع الغلق، ويبتدي عندنا الأغاني الهابطة اللي تطلع والحاجات اللي بنشوفها غريبة كل يوم دي، لأن مساحة الحرية والإبداع خلاص اتخنقت. وده خطورة، لأن المجتمع ساعتها بيصبح مجتمع مستهلك عايش على ما يصدره ليه الغرب من اختراعات، والدول الغير دينية من اختراعات، وهو عايش بس مستهلك، يعتقد انه الافضل ويعتقد ان طريقه الى الجنة، ولكنه في الاخر لا يقدم للانسانية شيء. طيب، يعني عشان نفهم رغم التحليل اللي حضرتك قلته ده انه اي انسان عاقل ممكن يتفاعل مع هذا التحليل ويفهمه، عشان نفهم ليه المجتمع المصري اللي هو طبعا احنا لابد، رغم ان احنا بنتكلم عن الدين عموما، لكن لانه غالبية الشعب مسلمين فبياخدوا يعني بياخدوا مصادرهم من المصادر الاسلامية. فانا هعرض فيديوهين دلوقتي لبعض علماء الازهر بيتكلموا على الموضوع ده، بيشرحوا وجهة نظرهم ويبرروا لماذا لابد ان يكون الدين جزء من الدولة. نشوف الفيديو نمرة واحد، السياسة والدين، ونعود مرة اخرى لتكملة حديثنا. كيف ترى عملية ربط الدين بالسياسة والأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية؟ هو الدين مربوط بالسياسة. احنا ناس عرب مسلمين مرتبطين بالدين، امر طبيعي، ولكن طريقة الربط بس هي اللي تختلف. يعني ما ينفعش الدولة الثيوقراطية، ما ينفعش في حاجة اسمها دولة دينية، ان يقعد على الكرسي يبقى شيخ، دي ما تركبش، مش عندنا في الإسلام. يعني ما ليه؟ لان انا لو اخطأت يبقى الناس يقول الله الدين اللي اخطأ، الدين دي مش موجودة. تمام، والكل ينادي يقول لك دولة، نحن نريد دولة مدنية. وماله؟ صح، انا مش عايز دولة عسكرية. صح، انا مش عايز عسكري يقعد على الكرسي. لا، العسكري ده يحرس البركة للحدود وهاجم، واحنا نحترمه ونجده ونقدره، وهو ما شاء الله شغله ده كله من ساعة ما هو ملازم، من ساعة ما دخل الكلية الحربية لغاية ما وحيد للتقاعد وهو فريق ولا مشير، كل ليلة
هو قائم لله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هو وعسكر الشرطة وبتاع برج المراقبة في المطار كل ده ما شاء الله. يعني إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. فقضية وجود الدين في حياتنا ده موجودة. والفصائل الدينية يعني عايز أقول إيه، هي فصائل وطنية من الدرجة الأولى، لأن مفيش واحد متدين يكون مش وطني. وبعدين احنا مش عايزين نوزع على بعض جهاز من شركة الكهرباء يقيس وطنية كل واحد فينا. لا، الوطنية دي امر طبيعي. ما في واحد يعني شوف اللي والعياذ بالله يكتشف انه بيتجسس لصالح العدو بيتهمه بالخيانة العظمى. ليه؟ لانه خان قطعة من الارض. طب امال اللي خان خالق الارض ونصب علينا ده بس اسمه ايه؟ ده خيانة عظمى. امال اللي خان خالق الارض، اللي خان الله ورسوله والمؤمنين يروح فين؟ فانا اقول ان يعني حكايه الحساسيه والارتكاليه موجوده من ادخال الدين في السياسه وادخال السياسه والدين. دي عمليه لان احنا نعيش في دوله يحكمها مش يعني منظومه فطره الدين سواء كان مسلم او مسيحي. احنا عندنا الارض المصريه لان تربتها طينيه، والطين من طبيعته انه يتقولب يوضع في قوالب. بس المهم احنا حاطين نفسنا في قالب ايه؟ ايه شكل القالب اللي احطه؟ يبقى لا شرقيه ولا غربيه. خلاص ما ينفعش. انا مسلم وطني مصري او مسيحي وطني مصري، ده القالب اللي بيوضح فيه الكل. انا بس عرضت الفيديو عشان نشوف الفكر اللي بيقدم والفلسفه اللي بتقدم كانها حقائق. هو يعني بيقول انه احنا مصر ارض طينيه تربتها طينيه، مع انه مصر ارض تربتها صحراويه، لكن معظمها طبعا معظمها 90% منها صحراء 90%، لكن هو شكلها طينيه عشان يقول ان احنا بنتحط في قالب، لابد ان تحدد في قالب عشان كده، عشان انت دي طبيعتك. انما الحاجه اللي لفتت نظري انه قال انه احنا مش عايزينها دينيه، احنا مش عايزين شيوخ يقعد، احنا مش عاوزينها دينية، لكن الدين هو جزء من المجتمع. احنا مش عاوزينها دينية يعني ما فيش عسكري يقعد، يعني مش عاوز الحكم العسكري، وكان دي رسالة موجهة طبعا للقيادة الحالية. وفي نفس الوقت بيقول انه احنا بطبيعتنا متدينين، ولابد يعني خلاص الكلام انه هو بيفسر الدين جزء مننا، بس مش بالطريقة اللي موجودة حاليا، يعني مش يكونش الرئاسة عسكرية. وفي نفس الوقت احنا مش بنقول عايزين شيخ، بس المهم الدين يكون جزء من حياتنا، زي ما حصل ايام الاخوان لما كان مفروض الرئيس راجل مؤمن، الراجل المؤمن اللي هو ده هيمثل الدين، ولما اصبح الدين جزء من المجتمع لكن ما هو الشيخ لابس شيخ. تعليق حضرتك على الكلام؟ يعني هو لعبة بالالفاظ. انا اعتقد الدكتور عمر عبد الكافي، اذا كنت فاكر الاسم صح ولا لا، يعني هو لعبة بالالفاظ، هو محاولة تلبيس، يعني تسهيل دخول المفهوم لدماغ الناس. هو قال المصطلح برضه ممكن نحتاج نوضحه، قال هي مش دولة ثيوقراطية. ودي حقيقة، يعني الدولة الحكم الثيوقراطي ان انت زي الفراعنة كده اللي بيحكم اله او مفوض من قبل الاله، يعني الاله اختار لكم فلان، فده زي النظام البطريركي عندنا، ولكن البطريرك عندنا لا يحكم، انما يصبح الحاكم هو يا اما اله زي نظام الفراعنة، او بيبقى مقدس قدسية اختيار الاله لي. دي غريبة شوية او انتهت شوية من العالم. انما في الحكم بمرجعية دينية، وده اللي موجود بقى باتساع في العالم العربي كله بدرجات متفاوتة. وللأسف مصر يعني بتقدم رجل وتأخر رجل في انها تكون دولة دينية، سواء كانت تحت حكم الاخوان القصير او تحت حكم مبارك او حتى تحت حكم اللي موجود دلوقتي. مصر بتتمسح بالدين، علشان زي ما قلت حضرتك بعد كده قبل كده بيضي مشروعية تلقائية لنظام الحكم. لما تقول ان ربنا، وده للاسف تم استدراجنا ليه برضه كاباط، وتم استدراج بعض رجال الدين الاباط ليه، وقالوا ان سيسي اختيار ربنا لينا. وطبعا ده خطاب برضه اسلامي موجود. علشان كده السلفيين في تزاوج بينهم وبين الحكم، لان هم اساتذه
اطاعه ولي الامر، اطيعوا ولي الامر. فاستدراج الناس لطاعه حاكم بصرف النظر عن كفاءته فقط لان انا اديه اغطيه بغطاء ديني، دي حاجه يعني كويسه لاي حاكم، يعني بتدي له مشروعيه تلقائيه، مش لازم يتعب في انه يبين كفاءه ولا انه يخاف من صندوق انتخابات لان ليه مشروعيه دينيه. في الحقيقه في الاسلام في اشكاليه في موضوع الدين والدوله، افضل لنفس النتيجه، انما من ناحيه عشان بس ما يبقاش احنا ما فيش حد يمثل الاسلام هنا، فممكن اسمح لي قبل ما تستعطف في التحليل من الناحيه الاسلاميه، تعال في الاول نشوف وجهه نظر شيخ مسلم يعني محترم جدا الناس كلها بتحبه اللي هو الشيخ الشعراوي في الموضوع ده، وبعدين ابتدي حضرتك التحليل بتاعك. نشوف الفيديو نمرة 2، رأي الشيخ الشعراوي في العلاقة بين الدين والدولة. طيب دي الفكرة اللي بيقدمها الشيخ الإسلامي، انه طاعة ولي الأمر انما تأتي من خلال طاعة الله، وبالنسبة له هو طبعا رسول الإسلام، وانه الطاعة لولي الأمر في ذاتها مش مكفولة، فقط إذا كان ولي الأمر يطيع الله. إيه الغلط في كده؟ الأول أخدك بس للنقطة، المثال اللي قاله مثال خطير جدا، لأنه بيستعدي المجتمع على بعضه ويصبح كل واحد ضحية للآخرين ويصبح كل واحد قيم على التاني. لما قال أنا لو شفت واحد بيشرب خمر وضربته هياخدني للقضاء، والناس قالوا استغفر الله، يعني الرجل اتظلم انه ضرب واحد بيشرب خمر فالقضاء يعني ما ناصروش. انما لو في دولة اسلامية انا واللي ضربته اروح للقاضي والقاضي هيساعدني، هيقف جنبي لان انا بساعد الحاكم في مهمته. ازالة الحواجز بين العام والخاص دي حاجة خطيرة جدا، ان انا اصبح من سلطتي كمواطن عادي فقط لاني اؤمن بالمنظومة القيمية دي، ان انا احكم على البنت اللي مش لابسة حجاب في الشارع وممكن اضربها او اشتمها، وده بيحصل دلوقتي يعني كلنا بنشوف الكلام ده بيحصل. صحيح. او ان انا اروح اذبح الراجل بتاع المحل اللب والخمور اللي في اسكندرية لان انا شايف ان انا من سلطتي ومن واجبي ان انا اوقف المنكر. فده الخطاب ده حقيقي اللي جنن الشارع في مصر، والخطاب ده اللي خلى الناس في مصر كلها متطرفين، لان حاسس ان انا من واجبي ان انا اقوم سلوكك، ومن واجبي ان انا اوقف المنكر اللي انا شايفه من وجهة نظري القيمية ان انت مش متماشي معاه. ده كلام خطير، وده اللي اسس للعنف في مصر. فيعني الناس اللي كانت شايفة الشعراوي ده حاجة رهيبة وكويسة، و الراجل ده لوث أدمغة المصريين، وأنا كنت فاكر وأنا صغير وكنت بكره يوم الجمعة ده لأنه كان بيقعد يعني يلوكنا بألسنته ويقول لك الثالوث والمعرفش إيه، وقاعدين إحنا حاسين بالغضب وبالخوف وإحنا لسه صغيرين، إزاي واحد بيلوث المجتمع كده وبيتكلم على إيماننا بالاستهانة دي وإحنا ما فيش لينا نفس المساحة؟ حول المجتمع، وطبعا ده مساعدة الدولة اللي سابت له المساحة دي، حول المجتمع لمجتمع متطرف حسب فكره هو، وبيستعدي الآخرين زي ما قال كده، أنا لو شفت واحد هو شايف أنه المفروض يضرب اللي بيسكر، والمفروض يضرب اللي لابسه قصير، والمفروض يضرب اللي مش لابسه حجاب، واللي حواليه طبعا واللي بيسمعوه بيؤمنوا بنفس الفكر. دي نمرة واحد. كان حضرتك بتتكلم على طاعة ولي الأمر، هو بيقول طبعا أن أطيع ولي الأمر طول ما ولي الأمر بيطيع الله. نعم. وده معناه انه بيقيم شرع الله، يعني ده برضه يعني الفكر ان يعني ابتزاز الحاكم ان احنا واقفين وراك طول ما انت يعني محافظ على ملامح الدولة الإسلامية. عشان كده التزاوج ده بين السلطة، هما الاثنين كانوا يعني مستفيدين منه. العلاقة دي بتنتج ايه؟ كل الناس بتدور عليه، الحروب اللي بتحصل دي علشان ثلاث حاجات: السلطة والثروة والريكوجنيشن او الاعتراف. فالاثنين مستفيدين، سواء الشعراوي اخذ السلطه والثروه والاعتراف والمساحه دي الاعلاميه والجماهير اللي بتسمع له، وهو بيرمي علينا كل الغضب ده وكل السواد اللي في قلبه ده، والرئيس والسلطه
بتاخد السلطة وبتاخد الثروة وبتاخد الاعتراف. يفضل المجتمع اللي هو يتم يعني صبغه الأيديولوجية دي، اللي بيشايف ان من واجبه انه يحمي الناس اللي كبت حريته دي، يعني سايكل فيشس سيركل كده، دايرة مفرغة يتم فيها استغلال الجماهير والمواطنين للخدمة المشاريع دي، يعني مشاريع الدينية او مشاريع السياسية، والناس تفضل يعني في منتهى العبودية زي ما قال الكاتب. يعني حضرتك كنت لا انا اسف ان كنت قطعتك، كنت بتكلم على انه بالنسبة مشكلة في ازاي الفكر الاسلامي يرفض العلمانية بسبب امور انت كنت هتسألها. يعني في مدرستين طبعا، وفي كل الاطياف يعني بتتكلم لوجهة نظر التزاوج بين الدين والسياسة. في وجهة نظر واضحة زي الشيخ الشعراوي والدكتور عمر عبد الكافي وغيرهم، اللي بتقول ان الاسلام دين ودولة، وان ده حاجة ما نتكسفش منها، وبيسحبوا فطرة الانسان اللي عاوزة دين وعاوزة تؤمن بمورائيات، لفكرة ان الانسان بما انه عاوز الدين كمان نحكمه بالدين. وده طبعا يعني امتداد يعني معيب. ففي فكرة دي ان الاسلام دين ودولة، وان احنا المفروض انه عندنا كتاب يطالبنا ان احنا نحكم بما جاء فيه وما جاء يعني اللي قاله الله ورسوله، ومفروض نحكم بده والامور واضحة واحنا مفروض نحكم بده. وفي مدرسة تانية برضو قالت ان الاسلام تم استدراجه للسياسة، وان السبب في كده هو ان مشكلة سياسية ومشكلة الدولة ومشكلة مفهوم الدولة في العالم الاسلامي اكتر، اللي بحثت عن مشروعية ليها ولقيت المشروعية اصلا اسهل باستدراج الدين للسياسة. انما في الحقيقة برضو عابوا على الاسلام كايديولوجية نفسها يسهل استدراجها للسياسة، لان هي قامت نفسها على الحكم، وقامت على الحكم الديني. يعني الرسول الاسلام نفسه كان قائد زي الرئيس وكان زعيم ديني، وبعد الخلفاء الراشدين حتى لو كانوا بيقولوا ان الخليفه مش حاكم ديني، انما في الحقيقه هو كان حكم ليه صبغه دينيه، وحكم يقوم على الولاء، وحكم يقوم على الطاعه الشديده جدا. ففي مدرسة فعلا زي في دكتور مشهور اتكلم في الموضوع ده اسمه عبد الإله بلقيس، قال على ان وده يعني مؤسس نظرية ان الأزمة العلاقة بين الدين والسياسة هي أزمة سياسية في الأساس مش أزمة دينية، وان احنا لو تحولنا لمجتمعات ديمقراطية هيتضاءل منسوب الدين في السياسة مش في حياة الناس. وده الحقيقة اللي كنا قربنا نوصل ليه بعد حلم 25 يناير، التغيير اللي الناس حست ان احنا قربنا نكون دولة علمانية حقيقية، وان كل الاصوات ممثلة، وان في حرية تعبير، وان احنا قربنا فعلا نتخلص من الدوغما سواء حكم العسكر او حكم سلطة رجال الدين او التزاوج بين الاثنين، وان احنا ممكن عندنا فرصة ان احنا ومصر كانت ابتدت تتنفس هواء جديد. ده اللي حصل في تونس. تونس برضو بعد ما قامت فيها الثورة وحصل فيها كسب الانتخابات الحزب المماثل للإخوان المسلمين، بعدها الانتخابات اللي بعدها هم سقطوا، ودلوقتي بقى في دولة إلى حد كبير تتنفس العلمانية وتتنفس الليبرالية. فكان ده الأمل اللي يقوم عليه، يعني اللي بنفكر فيه إن إحنا لو تحولنا لنظام ديمقراطي بسهولة جدا هيبقى النظام واخد مشروعيته من الشارع، ولما النظام واخد مشروعيته من الشارع مش هيحتاج يستمد مشروعية كاذبة من الدين. وده اللي نتمنى انه يكون يحصل، ولكنه يعني صعب المنال في العالم العربي والإسلامي لأسباب ممكن نتكلم فيها يعني. طيب كويس خالص. احنا انا يعني وضح لك تلكم وجهة نظر شيخ إسلامي، وجهة نظر علامة إسلامي. دلوقتي أنا طرحت هذا السؤال أيضا على شخص مسلم لكنه علماني ويقدم الفكر العلماني، وكان لنا حديث النهاردة مع الدكتور عمار علي الصحفي في المصري اليوم، ونشوف الفيديو ده نمرة 7 اللي بيتكلم فيه على وجهة نظر علمانية للعلاقة بين الدين والدولة، ونشوف آراءه ونرجع لتحليل هذا الأمر. دكتور عمار علي حسان، اهلا بحضرتك في قناة لوجوس. دكتور عمار اهلا بحضرتك في قناة لوجوس. اهلا وسهلا.
اهلا بيك دكتور عمار. حضرتك احنا النهاردة بنتكلم على موضوع العلاقة بين الدولة والدين وتدخل الدين في سياسة الدولة، خاصة لما بنشوف في مصر والشرق الاوسط عموما انه طبيعة الشعب متدين والدين بيمثل جزء اساسي من شخصية الانسان المصري سواء مسيحي او مسلم. لكن السؤال دايما بيبقى الى مدى يجب ان يتدخل الدين في السياسة، خاصة بعد ظاهرة اكشاك الفتوى اللي شفناها في الفترة الاخيرة. ايه رأي حضرتك في هذا الامر؟ يعني انا اتصور ان علاقة الدين بالدولة في مجتمعنا علاقة متشابكة ومعقدة من عدة زوايا. الزوايا الاولى ان هناك مؤسسات دينية تعتبرها الدولة ركنا اساسيا من اركانها، واقصد بالاساس الازهر بالنسبة للمسلمين والكنيسة الارثوذكسية بالنسبة للمسيحيين. نعم. المسألة الثانية أن الدستور والقوانين جعلت للدين حضورا في الحياة السياسية. الدستور المصري ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ويتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية كأصل للتشريع. كذلك القوانين ومنها قوانين الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الدينية، وتركت لغير المسلمين فرصة تطبيق شرائعهم، ومن ثم القانون المدني مغيب من هذه الزاوية. المسألة الثالثة أو الزاوية الثالثة هي وجود جماعات دينية تسعى إلى السلطة وتطلق أفكارا حول علاقة متينة بين الدين والدولة، والدولة أحيانا تبرم مع الصفقات أو التفاهمات أو تأخذ وجودها في الاعتبار، ومن ثم يظل الدين متداخلا مع الحياة السياسية. الدين في مجتمعاتنا زائد في المجال العام، وحضوره قوي وطاغي في بعض الأشياء والمناطق والمسائل، ومن ثم من الصعب تجاهله. لكل هذه الأسباب نقول أن علاقة الدين بالدولة في مجتمعاتنا معقدة ومتشابكة، ومسألة الفصل تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جيل آخر يؤمن بأن مدنية الدولة هي مسألة حتمية، وهذا الجيل لا ينظر إلى مسألة الدين باعتبارها الحاكم في المسائل المتعلقة بحقوق المواطنة أو سن القوانين وهكذا. طب دكتور عمار، الغرب مر بتجارب مماثلة لتدخل الدين في الدولة، وبناء على هذا رأينا مثلا في المجتمع الأمريكي أن الدستور الأمريكي ينص على الفصل بين الدين والدولة، وتطبيق هذا عمليا واضح جدا في المجتمع، وهم وصلوا إلى نتيجة أنه ده أفضل شيء لنمو المجتمع، وانه افضل لكل الناس سواء كان دينهم من الناحيه دي او من الناحيه دي. هل ممكن من الناحيه العمليه، حضرتك وريت لنا شرح جميل لماذا الدين في مصر والدوله متداخلين في علاقه معقده، لكن هل من الناحيه المثاليه من الافضل ان تبدا خطوات لالا يصبح الدين جزء من كل حاجه بتحصل في الدوله؟ وانا عاوز برضو نتكلم على التطبيقات العمليه، زي مثلا اكشاك الفتوى دي، او زي انه طول الوقت في مثلا في المترو او في الاسانسير لما تدخل مبنى تلاقي حاطين ايات قرانيه، او مثلا في اي اماكن مسيحيه برضو تلاقي الدين داخل بشكل عميق جدا في حياه الانسان. وانا اعتقد حتى انه تدين شكلي، يعني من الناحيه العمليه نجد كثير من الامور اللي بتحصل ضد الدين كجزء من الشخصيه. فبرضو ايه رأي حضرتك في النقطة دي؟ انا اعتقد ان التجربة اللي مر بها الغرب احتاجت وقتا طويلا، كانت تجربة مؤلمة في علاقة الدين بالسلطة السياسية او السلطة الدينية بالسلطة الزمنية. الفرق بيننا وبين الغرب هو ان الغرب خاض المسألة من الجذور، بدأت بتمرد الفن في القرن الخمستاشر
على سلطة الكنيسة وارتباطها بالسلطة السياسية، ثم انتقل الأمر إلى الأدباء، وبعد ذلك وصل إلى المفكرين والفلاسفة، ثم منظري العقد الاجتماعي الذين صنعوا عقدا اجتماعيا بين الجمهور وبين السلطة يقوم على شروط مدنية، وبعد ذلك انتقل إلى المؤسسات السياسية، فأصبح هذا الفصل واقعا تؤمن به الأغلبية الكاسحة من الغربيين. للأسف الشديد نحن لم نمر بهذه التجارب حتى الآن، لازال التعليم عاجزا عن صناعة هذه الثورة الفكرية التي تمهد لقبول فكرة فصل الدين عن الدولة. ومن ثم من رأيي أن المسألة تحتاج إلى وقت، يمكن أن نبدأ، بدأنا بالفعل، هناك الآن كثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين مع فكرة الفصل بين الدين والسلطة السياسية. هناك أيضا جيل من الشباب بدأ يدرك أن مدنية الدولة باتت ضرورة من أجل الدخول إلى العالم الحديث، وأن حضور الدين في الحياة السياسية يضر بتلك الحياة كما يضر بالدين نفسه، لأن السياسة استخدمت طيلة التاريخ وفي كل الأديان كخنجر مسموم طعنت به تلك الأديان. طب دكتور عمار، يعني حضرتك ذكرت تأثير المؤسسات الدينية وتحدثت عن الدور اللي ممكن تراه أنت أنه الكنيسة بتقوم به في منع انتشار التيار الديني، وقد يتفق أو يختلف معك بعض الناس، لكن أيضا إذا ذكرنا الدولة عموما نجد أنه لأنه الغالبية من الدولة هي إسلامية تؤمن بالدين الإسلامي، نجد دور الأزهر أكثر وضوحا في هذا الأمر، ونجد طلبات وجهت للأزهر حتى على مستوى الرئاسة من أجل تغيير خطابه وسياسته، مع ذلك نجد أسلوب غريب من تجنب هذا الأمر من الأزهر، بل بالعكس على ما يبدو أنه نوع من التحدي لكل هذه الطلبات، سواء من العلمانيين المتنايرين زي حضرتك اللي بتكتب مقالات دايما، أو سواء من الرئاسة الرئيس اللي اتكلم بنفسه، أو من كل الهيئات اللي بتطالب الأزهر بالتغيير. نجد مظاهر مثلا قانون مكافحة الكراهية، مثل أكشاك الفتاوي، دي كلها اللي على ما يبدو تتحدى الرغبة في تقوية التيار العلماني أو محاولة بدء ما بدأه الغرب. أنا رأيي أن السلطة السياسية ليست جادة في هذه المسألة، هي التي تقوي مثل هذا الاتجاه سواء داخل الأزهر أو داخل الكنيسة، وهي إذا خيرت ما بين التحالف أو التفاهم مع التيار الديني رغم كل ما جرى وبين التفاهم مع التيار المدني، هي تختار التيار الديني، لأن شقا من هذا التيار يؤمن بطاعة ولي الأمر، أخص هنا جزءا كبيرا من التيار السلفي الدعوي. أما التيار المدني الذي يطالب بتداول السلطة ويطالب بالتعددية السياسية وكذلك باحترام الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير، هذا التيار إذا قوي فإنه سيزلزل الأرض تحت أقدام هذه السلطة، ومن ثم السلطة حريصة على وجود هذا الحضور الديني في الحياة السياسية، وكلامها عن التغيير أو تجديد الخطاب الديني لا يتسم بالجدية الكافية. وقد يقول بعض يا دكتور انه يعني التبرير اللي بتقدمه الدولة لهذا الامر انه احنا في وضع صعب من ناحية الارهاب، وانه لابد يكون في نوع من التضييق الان من اجل يعني ان احنا نقف ضد الارهاب. بس انا عاوز ارجع للنقطة الاخيرة دي وعشان يعني ننهي هذه المكالمة، هل حضرتك ترى امكانية، يعني إذا كنت حضرتك ألقيت بعض اللوم على الدولة لكنك تجنبت إلقاء اللوم في نظري أنا على المصدر الرئيسي لهذا الفكر المتغلغل وهو التيار الديني متمثل في المؤسسات الدينية، ألا ترى أهمية أن هذه المؤسسات تبدأ هذا الأمر؟ وفي النهاية أقول لي هل أنت متفائل؟ المؤسسات الدينية لن تبدأ، لأن وجودها واستمرارها ومصالح القائمين عليها مرتبطة ببقاء الأمر على ما هو عليه.
إذن الأمر بقاء الأمر على ما هو وهو عليه يجعل هذه المؤسسات تدافع عن مصالحها وتزعم في الوقت ذاته أنها تدافع عن الدين وتستقطب عموم الناس أو الجمهور العام لمناصرتها، وهذا الأمر ينطبق على الأزهر كما ينطبق على الكنيسة. دكتور عمار أشكرك شكرا جزيلا على يعني الحوار الفكري الرائع. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. شكرا جزيلا. أهلا بكم أحبائنا المشاهدين. الحقيقة أنا أعتقد يعني أنه الكلام اللي قاله الأستاذ عمار في الصميم. دعني أقدم لك ثلاث نقط أقدمها هو ونتكلم عليها. أول نقطة شرح إزاي الفرق بين اللي حصل في الغرب وليه مش سهل أنه يحصل في الشرق. قال في الغرب ابتدوا من الجمهور من الجذر وغيروا ابتدى الفن والحاجات دي هو اللي غير وكانت مسألة طبيعية أنه ينتهي الأمر ده. أنا عاوز أخذ النقطة دي ونتكلم شوية على القوانين اللي موجودة في الغرب حاليا وخاصة القانون الأمريكي. يا ريت حضرتك تاخدنا برضو شوية في الهيستوري اللي أدى بينا أنه القانون الأمريكي يقرر في الفيرست أمندمنت المادة الأولى أو التعديل الأول للدستور اللي هو أهم تعديل في الدستور اللي بيتكلم عن الحريات، بيقول فيه أنه أنا هقراه بالإنجليزي وترجمه. بيقول أنه Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. يعني الكونغرس مش هيطلع اي قوانين تحترم بشده او تميز دين من الاديان، والنص الثاني منه بيقول لك ولا اي قوانين تمنع ممارسه اي دين من الاديان. فهي في 10 12 كلمه لخصت اهم مبدا موجود في العالم كله دلوقتي وبيطبق في امريكا. اتفضل حضرتك قول لنا ايه التاريخ اللي وصلنا لكده وتعليقك على النقطه. يعني هو اللي حضرتك لسه قايله قريب دلوقتي هو مبدأ هام جدا في الدولة العلمانية اللي هو مش معاداة الدين، وده الفكرة اللي بيصدرها أنصار الدولة الدينية وخصوصا الإسلاميين، إنما مبدأ الحياد تجاه الدين، إن الدولة تقف في مكان محايد أزاء الدين ويفضل الدين ده ممارسة مجتمعية أو ممارسة فردية حسب اتجاهات كل شخص، انما الدوله لا مش بتنظم العلاقه دي ولا من مسؤوليتها تتبنى الدين او من مسؤوليتها تحارب الدين. الدوله بتقف في موقف الحياد للدين. اللي حضرتك قلته برضو على التطور اللي حصل في اوروبا واللي اشار لي الدكتور عمار علي حسن، اللي هو ان اوروبا برضو مرت بنفس المرحله، وان كان فيها سلطه الكنيسه قويه جدا، وكان الامراء والملوك بيستمدوا مشروعيتهم من مساندة الكنيسة ليهم، ودي حقيقة. إنما في اختلاف، يعني كنت أتمنى إن يكون في تطابق شامل يقول لنا إن زي ما حصل في أوروبا في القرون الوسطى قبل الثورة الصناعية هيحصل في العالم العربي والإسلامي، وإن سمات روف تايم، وإن إحنا يمكن أولادنا أو أولاد أولادنا يبقى عندنا مصر والسعودية والدول دي كلها زي أوروبا كده بالضبط في العلمانية. إنما في اختلاف بين الـ environment، البيئة الحاضنة في أوروبا عن البيئة الحاضنة في العالم العربي والإسلامي. أقول لحضرتك مثلا، مع إن الخروج من عباءة الدين في أوروبا كان أخذ فترة طويلة جدا، إنما مش خروج صعب، ما كانش خروج صعب لكذا سبب. نمرة واحد، ان الكنيسة في اوروبا ما كانتش ضد الابداع وما كانتش ضد التفكير. الاديورة في اوروبا كانت بتتحول لمراكز ترجمة للكتب العلمية والطب والهندسة والفلك والادب، ما وقفتش قصاد العلم ولا الابداع ولا مشاركة المعرفة. وده العكس اللي حاصل دلوقتي في العالم العربي والاسلامي، ان يتم محاصرة الابداع ويتم سماح الابداع اللي بيمر عبر فلترز ضيقة جدا، هي فلترز فكر رجال الدين. فبالتالي في تراجع وفي رجعية في المعرفة وفي تراجع في الابداع، وانت محتاج ابداع وابتكار ومحتاج علم ومعرفة علشان يبقى عندك جيل قادر على تخطي الحاجز النفسي ده، اني هخرج وهرفض دور الدين
في السياسة أو في قيادة المجتمع. نتذكر أيام حكم الإخوان لما حصل هجوم شديد على الممثلين وعلى الأعمال التمثيلية، بالزبط. وصلت لدرجة عادل إمام نفسه هجم واتهم بإزدراء الأديان وكان يدخلوا السجن. صحيح. فبيتهم مبدعين كتير. دي حاجة. الـ 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 السبب الثاني اللي خلى برضه خروج أو رحلة أوروبا للعلمانية أسهل، وده سبب خطير جدا، هي الفرق بين المسيحيين والإسلام نفسه. المسيحية ما فيش فيها مرجعية دينية، ما فيش فيها تزاوج بين السلطة والإيمان، وده عكس خالص اللي موجود في الإسلام. يعني حتى المسيح نفسه لما جم وقفوه وارادوا أن يجعلوه ملكا، عمل إيه؟ اجتاز من وسطهم. يعني نتخيل كده أن جم الناس عاوزين ينتخبوه، يقولوا إحنا أقعدك وتبقى ملك، اجتاز في وسطهم وسابهم وماشي. ولما سألوه بخبث عن نبتدي بقى ندي الضرائب، الحاجات اللوجيستكس بتاع الدولة، نبتدي ندي الضرائب لمين؟ لقيصر ولا؟ قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الفصل ده كان واضح جدا وواضح في المسيحية، فعلشان كده كان سهل جدا إزاحة الدين في في في, في أوروبا، ولأنه واخد وقت طويل وكان في صراع من تصحيح الخطأ السياسية. يعني تصريح الخطأ، صحيح، تصحيح الخطأ اللي كان حاصل بتدخل الدين. إنما في الـ في الـ في الـ في الأيديولوجية الإسلامية التدخل في التدخل بين الإسلام والحياة اليومية، التدخل الإسلام والقوانين، حتى قوانين الميراث، تفاصيل دقيقة داخل فيها. فصعب جدا إن أنت تقول إن لا، المرأة والرجل على قدم المساواة، لأنك هتصطدم بفيرسز بآيات واضحة جدا بتحدد العلاقة دي، وبتضع المرأة في وضع أقل. لو كلمت على حق الزواج والطلاق، وان الراجل مش من حقه يطلق زوجته بالاراده المنفرده، او الاثنين من حقهم يطلقوا لو هي من حقها تطلق، هتصطدم برضو بفكر متطرف، وهتصطدم بايات وباحاديث واضحه جدا بتمنعك من ان انت تبتكر. ففي اختلاف حقيقي بين المنظومه الايديولوجيه في المسيحيه وفي الاسلام. ممكن نشوف تطابق قليل الى حد ما وتشابه بين المسيحية واليهودية، بالإسلام واليهودية، ودور الدين في قيادة في الحكم، إنما ده مش موجود في المسيحية. طيب يعني الحقيقة التحليل اللي حضرتك قلته سليم، ويعني فكرني فعلا إنه السيد المسيح قدم نفسه كقائد مصلح اجتماعي أو تغيير، قائد للتغيير، قائد روحي، بالضبط، قائد روحي. ولما سئل عن مملكته قال مملكتي ليس من هذا العالم. بينما القيادة الدينية في الإسلام اللي هو الرسول كان بيقدم نفسه كزعيم سياسي وزعيم ديني وزعيم قائد للمنطقة كلها. فيمكن ده فعلا يشرح الفرق بين الاثنين، واحنا مش هنا بندين ولا غير، لكن احنا بنشرح المعوقات العلمانية في العالم العربي، بالضبط، وده السبب انه في مشكلة. ومع ذلك نجد انه بعض الدول اللي الإسلام هو أو الفكر الإسلامي والمغاير فيه، ابتدت الشعوب نام دلوقتي ترفض الأمر ده، ونجد دلوقتي حركة. يعني حضرتك ذكرت تونس، وكان في مقالة بتتكلم على أنه في ناس دعوا إلى الإفطار العلني أثناء شهر رمضان، لأنه شهر رمضان ممنوع، والمظاهر بنشوفها حتى في مصر، الرياء، يبقى الراجل بيروح في بيته يأكل لكن يطلع بره عامل نفسه صايم والكلام ده كله، ابتدوا يعملوا هذا الأمر. حتى في السعودية اللي بتحكم وتتحكم في الناس تلبس ايه وتعمل ايه والستات يلبسوا ايه، في فيديو انتشر في الفترة الأخيرة يعني ظريف جدا عن شابة تحدت الأمور دي كلها وظهرت بفستان. يعني أنا عاوزكم تشوفوا الفيديو ده، نمرة 8، نشوف الفيديو نمرة 8 اللي بيوري ازاي انه محاولة التطبيق ده واجبار الناس عليه، الدين مجبره حتى في رفض منه. نشوف فيديو من 8 ونعود مرة اخرى. كملوا. ايوه اتفضل. طيب دي الصورة، يعني بانت الشابة الصغيرة، هو الفيديو يمكن اطول من كده شويه، لكن الشابه صغيره ماشيه في الشارع لابسه طبعا ملابس غربيه خالص، وبتصور في السعوديه نفسها.
يا ويا والصوره دي البنت مشيت في الشارع وخلت واحد يصورها، وطبعا راحت نشرت الفيديو ده على اليوتيوب وانتشر في كل مكان، لانه الناس عارف انه دي قريه من السعوديه، دي مش صوره متركبه يعني. المهم تحروا عنها ووصلوا لها والسلطات السعوديه، واكتشفوا انها بنت من اصل يمني وقبضوا عليها وعملوا معها تحقيق. وفي النهايه بيقول يعني الكلام انه جابوا لها واحد شيخ ادها درس في الاخلاق وانه ده ما يصحش وكلام زي كده ومشوها. فيعني ادي مثال لانه حتى المجتمع المحافظ بيرفض هذا. ودلوقتي في حركات قويه جدا في السعوديه بتطالب بالغاء ولايه الرجل على المراه، ان المراه من حقها تسوق، لانه ادي النتاج بتاع التطبيق المتحجر للفكر الديني، انه لا الست ما تقدرش تسوق في السعوديه. ليه؟ لان لازم يكون معها ولي. افكار يعني لا تدخل العقل ولا المنطق الان. فيعني مش بس الفكره دي مش مقبوله، لكنها واضح انها ابتدت تبقى فاشله ومرفوضه من ناس كتير. طيب النقطه الثانيه اللي تكلم عنها وانا عاوز برضو اتطرق ليها بسرعه، اللي هي فكره انه فكره الطاعه ولي الامر. وزي ما الشعراوي قال انه لازم ولي الامر يطيع الله ويطاع من الله. والغريب برضو ان الفكر ده مش غريب عننا احنا، حتى في الفكر الكنسي، وفي عباره مشهوره دايما نقولها انه ابن الطاعه يحل عليه البركه، يعني برضو طاعة الرؤساء الدينيين. لكن طبعا هنا المقصود بيها في الفكر المسيحي هو في الطاعة من ناحية التطبيق الإنجيلي مش كسياسة. لكن إيه رأيك في الفكرة دي؟ هل من الأفضل أن احنا نطيع ولي أمر يطيع الله، أم نطيع علمانيين يسنوا قوانين بناء على احتياجات الدولة؟ يعني أنا بالنسبة لي طبعا الإجابة واضحة، يعني الاختيار الثاني. يعني بص، يعني احنا ممكن ناخد امثله لبكره عن دول فيها الطاعه دي وسحب الدين لتغطيه الحاكم دي، ونشوف الدول دي وصلت للتخلف. وان الخطوره حضرتك بتتكلم، والدكتور عمار علي حسن، انا اتمنى يكون عندي نفس التفاؤل ان في جيل جديد بيطمح للحريه وبيطمح للدوله المدنيه، وشاف التحول ده وشاف مساوئ عدم وجود حكم ديني حكم مدني في مصر. انما الشارع العام بيتم ادلجته، يعني يتم صبغه بصبغه دينيه، وده الخطير جدا، ان انت تحول الناس لانت بتجلدهم بسياط العبوديه، لان هم يبقوا عبيد ليك وتحت امرك بصفه الطاعه لولي الامر، ولو وقعوا الصوت منك هيميلوا يدهولك. علشان كده انت لو شفت الناس تتكلم مثلا عن ان عاوزين نتحول لنظام مثلا برلماني في السعوديه مثلا، هتلاقي الناس العاديين كمان وقفوا ضدك، وقفوا ضد مشروعك ده، لان احنا انت كده عاوز، انت واقف ضد الدين. كون انك وقفت ضد الملك، وقفت ضد الدين، سحب قدسيه الدين وتغطية الملك بيه وتغطية النظام السياسي بيه، خلاص ده بيوجد فساد. احنا شفنا ان العائلة السعودية مثلا، العائلة المالكة، عندهم عايشين بحرية جدا، بيتفسحوا في اوروبا، بيلبسوا اللبس الغربي، انما بيجلدوا البنت دي وبيجلدوا واحد تاني يكون جلبابه قصير، ولا واحدة ايه ده مش متغطية ولا دراعها باين، ازدواجية غريبة جدا. وفي حماية مجتمع تم تغييبه، يعني دي يمكن واحدة جريئة، انما انت عندك، انت بتحتاج لملايين زيها، وده صعب جدا. علشان كده دكتور محفوظ برضو، يعني لا نعفي اي نظام مستبد من دوره في اقحام الدين في السياسة. يعني احنا مش بس مشكلتنا مع الاسلام السياسي، انما مشكلتنا كمان مع الانظمة اللي بتسمح بان هي بالتزاوج ده بين الدين علشان بقائها هي. يعني مثلا لما نشوف الناس بتستغرب جدا ازاي بعد عصر مرسي مثلا بقى عندنا قضايا ازدراء اديان، ازاي الرئيس السيسي سمح بكده، ازاي اسلام البحيري يتحبس، واحنا كنا متخيلين حاجه مختلفه خالص. الحقيقه انا مش مستغرب، لان من مصلحه اي نظام شمولي انه لا يصطدم بالدين، لانه هيحتاجه، وهيحتاجه للسيطرة على الجماهير. النظام هيحتاج الكنيسة، وهيحتاج الازهر، وهيحتاج ما يصطدمش بيهم، ويحتاج يديهم الريكوجنيشن والباور والاثوريتي علشان يفضلوا جزء من نظام الحكم.
ويفضلوا ودي منظومة. علشان كده حقيقي الأمل الوحيد هو في دولة علمانية في مجتمع مدني، ده اللي بيتخنق دلوقتي في مصر. علشان كده أنا خايف على الملامح التغيير اللي كانت ابتدت تظهر، والبذرة الكويسة اللي ابتدت تظهر، والهواء النظيف اللي كان ابتدى يظهر في مصر، إن يتم خنقه الآن. ولما بيتم خنقه الآن الأفق السياسي مش هيبقى فيه قدامنا تاني غير الدائرة المفرغة، هو العمل السري العنيف. وده الخطورة يعني. ده خطورة جدا. وده طيب، احنا اتكلمنا على مظاهر تدخل الدين في الحياة العملية، وورينا ازاي انه يعني انه لما يقول لك في كشك للفتوى يعني ده معناه انه كل حركة تعملها كل نفس تاخده لازم تاخد اذن. لكن احد المظاهر برضو السلبية للدين هو تدخل الدين في القضاء، ان يصبح الدين انه يصبح القوانين اللي بتطبق مستمدة من الدين، وده جزء من الدستور المصري زي ما قال لنا استاذ عمار انه الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وعلى هذا كده بيبقى الامر ده بيؤدي الى انه القضاء بعض احكامه قد تتأثر بالدين وتتأثر بازاي الدين بيتدخل في القضاء. انا عاوز اناقش النقطة دي، بس معانا مكالمة الاستاذ نبيل باشا. استاذ نبيل اهلا بيك. استاذ نبيل سمعني؟ ايوه سمع. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك، مساء الخير. احنا كنا نحب انك تكون موجود معانا النهارده وتكلمنا على القوانين الامريكيه وازاي انها يعني بتفصل بين الدين والدوله. اتفضل حضرتك. لسه حقيقي راجع من السفر من حوالي ساعتين، فما كنتش متاكد هقدر اسمع مع هذا البرنامج ده. لكن عموما الاستاذ ايليا بصراحه تحليله راقي وممتع بصراحه، يعني انا مبسوط جدا. اشكرك. التحليل وبصراحه بيمتعنا بمعرفه غزيره يعني بصراحه. اشكرك يا استاذ. بص بقى الموضوع ده انا بحس حاجتين. احنا ليه مستغربين بيحصل في مصر؟ والدستور الماده الثانيه بتقول ان الدوله اسلاميه، وبالتالي زي ما الاستاذ ايليا قال ان الحكام بيستخدموا الدين كوسيله انهم يشرعنوا نفسهم بيها، ودي موجودة في كل الدول العربية وتقريبا يمكن في كل الدول الإسلامية. من أسهل الحاجات اللي بيعملوها إن هم يستخدموا الدين وبالتالي يسيطروا على الشعوب بتاعتهم بدون أي مقاومة وبدون أي عقبات بالنسبة لحكمهم. دي حاجة. الحاجة الثانية، إحنا ساعات كمسيحيين بنبقى هيبوكريتس يعني بنبقى كده مرائيين شوية. احنا بنطلب من مصر ان هي تكون علمانية، وبنطلب هنا من امريكا ان احنا تكون دينية. بمعنى اصح بنزعج جدا لما واحد يشيل صليب من ارض حكومية وبنقول ازاي ومش ازاي ومش ازاي، وفي الوقت نفسه عايزين مصر انها تبقى تتغاضى عن الدين تمام. احنا لازم يعني نرقى يعني نتعلم من المجتمع اللي احنا عايشين فيه انه يجب فصل الدين عن الدولة في اي مكان، وبالتالي لازم نحارب او مش نحارب نجاهد من اجل ان كل الدول وبالذات مصر باعتبارها بلدنا انها تكون فعلا دولة علمانية. لكن وجود مادة زي المادة 2 دي تحت الدولة، الدولة بتعرف انها دولة اسلامية، مفيش حاجة اسمها الدولة ليس لها الدين، الدولة ليست كيان. الناس مش قادرين يوصلوا للنقطة دي، الدولة ليست كيان. مش انسان، مش انسان حي، ده مجرد هيئات يعني مش حيه. مظبوط. فحتى انك تسميها دوله اسلاميه او مسيحيه او بوذيه او يعني منطقيا غلط، مفيش حاجه اسمها كده، واخد بالك؟ فاني واي لكن انا مستمتع بالتحليل بصراحه، وتحليل الاستاذ ليا يعني راقي جدا وانا مبسوط بيه جدا، يعني مش عارف اقول لك ايه. انا بس حبيت اقول لك النقطتين دول. بس خليني بصراحه الاخون. طيب يعني قبل ما تمشي خلينا برضو نتناقش شويه في النقطه دي اللي ذكرتها، وانا عاوز اشرح حاجه حضرتك قلتها. انت بتقول احنا بنزعل لما يشيلوا صليب من مبنى حكومي، وانا عاوز اشرح برضو للمشاهدين النقطه دي انه حسب احنا كنا قرينا الفيرست امندمنت اللي بتقول ازاي فصل بين الدين والدوله،
وعلى هذا الأساس اللي بيقوله أستاذ نبيل أنه في بعض الناس رفعوا قضايا وقالوا أنه مش مفروض الصليب يبقى موجود في مكان عام، أو مثلا الوصايا يكون حكومي، مش بس مكان عام، يكون مكان حكومي. مكان حكومي مظبوط مظبوط. أو يا أستاذ نبيل أنت عارف أنه كان الوصايا العشرة موجودة في السوبريم كورت في القاعة الرئيسية بتاعتها وقالوا برضو يتشال. تفضل حضرتك. لا وما زالت، فدي مش قادرين يشتغلوها لانها جزء من الزخرفه بتاعت عشان جزء من الزخرفه، لكن شالوها اظن من الكونجرس if I remember correctly، او يجوز انا مش متاكد، لكن يعني في محاولات انهم يشيلوا اي حاجه دينيه من الهيئات الحكوميه. يعني كانوا في المنطقه اللي احنا عايشين فيها هنا في سانتا مونيكا كانوا بيجوا في وقت عيد الميلاد يحطوا تماثيل ظريفه تمثل قصه الميلاد في طريق الكورنيش، اجبروهم انهم يشيلوها، قال لك لا ده انت بتتكلم على دين مسيحي واحنا بنقول الفصل ادي مظاهر الفصل الحقيقيه اللي كان يعني اللي حضرتك استاذ نبيل بتتكلم عليه. هل حضرتك ترى انه ده ممكن يحصل في مصر مع كل الكلام اللي بنقوله دلوقتي؟ لا طبعا، لانه ما زال الدستور الماده الثانيه بتقول الدوله اسلاميه، لازم تغير الدستور عشان تبدا تغير عشان تبدا تستند عليه. لكن طول ما هو حاططها في كماده اساسيه وبيقولها انها دوله اسلاميه يبقى مش ممكن هتغير. وبعدين حاجه ثانيه زي ما قلت لك، الحكام كلها بتستخدم الدين، فمن مصلحه الحكام في كل مكان، مش بس بتكلم على مصر، في كل مكان في العالم الاسلامي، انه بيحط شرعيه لنفسه. ليه بقى؟ لانه بيقعد بال 30 40 سنه وبيدي شرعيه انه هو يعني الدين بيستخدمه عشان يديله الشرعية بتاعته. فلو هو في ديمقراطية وفي تناوب سلطة وفي انتخابات سليمة الناس هتحتاجش، لكن في غياب كل العوامل، عوامل الدولة الحديثة، لازم يرجعوا تاني لنظام الخلافة بطريقة مختلفة. يعني هو بيعمل خلافة بطريقة مدنية شوية أو متحضرة شوية، لكن هي نفس السيستم، يعني خلافة مقنعة متحضرة. أشكرك يا أستاذ نبيل على مداخلتك وتسعدنا، وإن شاء الله تلتقي معاك برضو في حديث أكثر عن هذا الأمر وخلفياته. أشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله. Thank you. مع السلامة. كنا بنتكلم دلوقتي على النقطة الثانية اللي هو الأحكام القضائية وإزاي الدين ممكن يتسلط في الأحكام ويتسلط حتى في سياسة القضاء. والحاجة اللي بتحضرنا في الفترة الأخيرة دي اللي حصلت، كلنا فاكرين كويس قوي قصة سيدة الكرم، سيدة سعاد ثابت اللي يعني اتهم ابنها انه له علاقة بسيدة مسلمة فخدوها ملقوش الابن، طلعوا الست في الشارع وفي القرية الصغيرة وعروها وبهدلوها وحرقوا بيوتهم وطردوهم وبهدلوهم آخر بهدلة في هذا المكان. وطبعا الدنيا كلها قامت، واتذكر ان احنا في قناة اللوجوس هنا كان لنا لقاء حصري معها مع السيدة سعاد، وقعدت لمدة 30 دقيقة تتكلم بألم وحزن، حتى اللقاء ده أذيع على كافة القنوات المصرية وأذاعه وائل الأبراشي، جزء من اللقاء ده اللي عملته قناة اللوجوس وأذاعه على البرنامج بتاعه، وبناء عليه شافه طبعا الرئيس السيسي وطلع وكان متضايق جدا وقال كل واحد لازم ياخد حقه. الآن بعد مرور أكثر من عام على هذا الأمر لم يحدث أي شيء مع الناس اللي قتلوها واللي ضربوا أمين اللي عروها وضربوها وبهدلوها وحرقوا بيوتهم. كان في أربع قضايا، أول قضية منهم كانت مع الناس اللي بيضربوها وعروها، والقضية الثانية كانت عن اللي عملوا حرقة وحريق، الثالثة انه بعض امناء الشرطة غيروا كلام بعض الشهود عشان تيجي ضدها، دي كانت القضية الثالثة، والقضية الرابعة كانت اتهام ابنها بانه له علاقة بالزنا. الثلاثة الاولين ما حصلش فيهم حاجة، القضية الوحيدة اللي حصل فيها حاجة هي قضية اشرف، وامبارح او اول امبارح اظن وصل الخبر انه حكم عليه لمدة عامين بالسجن لمدة عامين. تخيل حزن ومرارة الست دي الغلبانة لما تشوف كل البهدلة اللي حصلت لها وفقدت بيوتها وفقدت حياتها ودلوقتي مرمية في قرية تانية بعيد، وبعدين كمان عاوزين يسجنوا ابنها. حاولنا نتكلم معاها وهي كانت وعدانا اتكلمنا، لكن للأسف انها
كانت تعبت خالص صحيا واضطروا ياخدوها للدكتور وما قدرتش تتكلم معانا، لكن اتكلم معانا احدى افراد الاسرة ويعني ابدت حزنها الشديد. عاوزين نسمع الفيديو ده اللي هو فيديو نمرة 5 عن احد افراد اسرة سيدة الكرم. طبعا ما رضيتش اذكره اسميهم عشان خاطر انه يعني انت عارف البلد كلهم عارفين بعض وكده. فنشوف هذا الفيديو ونعيد في تكملة الحديث. على دواء من غير دلائل، احنا عايزين دليل واحد، احنا عايزين دليل واحد بس. طبعا احنا والحكم برضك اللي ماشي القانون ماشي، بس احنا عايزين دليل. طيب هو في حكم صدر واحنا كنا هنحاول نتكلم مع المحامي عشان نعرف ايه الادله على كده، لكن الشيء طبعا المزعج هو انه دي القضيه الوحيده اللي يحكم فيها وكل القضايا الثانيه لم يحكم فيها. لم يحكم فيها، ليه ما حكموش على قضيه ماما اللي هي اتعرضت واتبهدلت، ولا السرقه ولا الحريق ولا النهب والسحش؟ ليه ما حكموش بده كله؟ ليه؟ ايوه لما هو قاضي عادل، لما هو قاضي عادل ليه ما حكمش قبله على دولة؟ واحنا برضه كنا هنرضى بالحكم بتاعه حتى لو من غير دليل، كنا هنرضى بالحكم بتاعه. ايوه لكن ينسب في حاجه تافهه ملهاش اي دلائل، ويسيب اللي اتبهدل واللي اتهانوا واللي اتحرجوا واللي اتطردوا من بيوتهم. يعني بس انا بقول ايه؟ لان واحد مسلم عمل جريمه وتعاقب على الجريمه بتاعته. ان واحد مسلم مسك واحد على الراحه وتعاقب، ان واحد مسلم ذبح واحد وتعاقب. عايز افهم هنا ان قانون في الدوله انه مش كويسه. وفين الرئيس ده كله؟ الرئيس يعني مش اما يوصل له؟ مفيش نت اما يوصل للرئيس؟ ايه يا دكتور؟ يعني أيوه. خلاص في بلدنا احنا الوقت بنمشي بحراسه لما بنطلع من بيوتنا اللي احنا بنمشي بحراسه، وبلدنا ودولتنا قبل ما تكون دوله اسلاميه دوله مسيحيه هو براها المسيح. ليه كده يعني؟ ليه؟ افهم بس. احنا خلاص خلصنا عندنا. ايوه الحقيقه احنا خلصنا عندنا يا دكتور. انا فاهم ومتفاهم جدا غضبك وتاثرك بهذا الامر، والامر يبدو طبعا غير عادل على وجه الاطلاق. القضيه الوحيده اللي يحكم فيها هذا الامر وبهذا السرعه، والامور الثانيه كلها ما فيش اي حديث عنها، الست اللي اهينت والحرق المنازل. هذا الامر صعب جدا. هم يا دكتور ما تقطعهمش ان هم طردوه من البلد، هم يعتبر مطردين من البلد، بلدهم بلد جدودهم. ايوه يعتبر مطردين من بلد الجدود يا دكتور. ايوه يعتبر مطردين. اللي طارت في اخر وجان العالم هو واطفال الابرياء، واللي طارت هنا قاعد في زراعه، واللي طارت دلوقتي ما نعرفوش راح فين من فرقه القضيه انحكمت، واطفال ابرياء يعني معاه اربع اطفال ابرياء، اطفال بنات كمان، يا ريت اولاد بنات تتخاف عليهم. تعالى شوف قاعدين فين يا دكتور، تعالى شوف. امر صعب خالص. انهي قانون يحكم بكده؟ انهي قانون يحكم بكده؟ انا عايز افهم، عايز افهم بس. انهي القانون يحكم بكده؟ يعني القاضي ده هو القاضي دوت. القاضي دوت مش عارف الصح من الغلط، مش عارف ايه اللي معمول، مش عارف ايه اللي حصل. طبعا هو القاضي ضروري امامه اوراق وحيثيات للحكم، وده اللي احنا عاوزين نكلم المحامي عشان نفهم ايه الحيثيات اللي على اساسها اصدر هذا الحكم. لازم يا دكتور، لازم القضيه تستأنف، لازم تستأنف ضروري، لازم يبقى في وضع غير الوضع يا دكتور. نعم لابد طبعا انها تستأنف وتكون علنية ويكون في حضور للناس كلها وللإعلام عشان يشوفوا ازاي القضية مشيت وايه الحيثيات اللي حصل بيها. على العموم احنا نشكرك خالص على هذا
الحديث وعلى وصدقيني احنا كلنا هنا متضايقين للي حصل ده، وبنصلي انه ربنا يقف معاكم ومع مدام سعاد اللي انت قلتي لي حضرتك انها تعبانه وما كانتش قادره تتكلم معانا. يا دكتور ماما 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 جات لها صدمه من امبارح من ساعه ما سمعت هي ومراته، هي ومراته ولا واكلين ولا شاربين. يعني ولا واكلين ولا شاربين، ده حاجه. حاجه تاني، ليه قضيه قديمة 14 شهر ما اتحكمش فيها؟ انا عايزه اعرف بس. ليه مش ست دي مش ست مصريه؟ صحيح. ست مصريه دي؟ يا مظبوط. ولا ست جايه من بره وعاشت في مصر بالاجباري؟ والست حد تاخد حقها يا دكتور؟ طبعا طبعا، وهي دي القضيه الاصليه، وهو ده كانت المشكله الاصليه، هي اهانتها والحرق والنهب. ودلوقتي المواضيع دي كلها ما يحصلش فيها حاجه، والقضيه الوحيده اللي يحكم فيها هو الاتهام اللي انتم بتاكدوا انه أيوة اتهام باطل. ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور. ماما عاشت في البلد دي دعايه ان كان 50 سنه، ما حدش داس على طرفها، ما حدش داس يا دكتور على طرفها. لما جت عيال في باله بهدلتها، جت عيال ملهاش طلب بهدلتها يا دكتور. ايوه. طيب مدام انا اشكرك، وانا يعني دلوقتي عشان احنا هنبطل التسجيل كنت عاوز اسالك على ممكن نذكر اسم حضرتك ولا تحب ان احنا نقول احد افراد العائله؟ خلاص. لا يا دكتور، لان دوت اعلامي فانا بنزل البلد. طيب حاضر، اهلا بكم احبائنا المشاهدين. الحقيقه المكالمه الحقيقه يعني كانت محزنة جدا جدا ومؤسفة جدا جدا، و يعني إذلال ما بعده إذلال. يعني إذلال، إيه الهدف من كده؟ إيه اللي عاوزين يعملوه من كده؟ ليه إذلال إنسانة مصرية بسيطة عاشت حياتها تخدم أسرتها وتخدم بلدها؟ لماذا هذا الإذلال؟ حاجة يعني أستاذ إيليا، أنا وهي الست بتكلمني مش قادر امسك اتحكم في اعصابي، في انه ازاي يعني يسمحوا بالكلام ده انه يحصل في بلد زي مصر، عاوزه تقدم نفسها للعالم على انها بلد ديمقراطيه وبلد متقدمه، والامور دي كلها بتحصل. والغريب يعني ان هم فاكرين انه بيحصل بس في القريه بتاعتهم، بينما العالم كله بيتابع هذه الامور. انا عاوز، احنا كلمنا المحامي اللي قعد اعضاء هيئه الدفاع عن الأستاذ أشرف اللي كان في المحاكمة دي، وقال كلام مذهل أيضا، قال كلام مذهل عن اللي بيحصل في القضاء المصري. نشوف الفيديو ده ونعود لتكملة حديثنا. الأستاذ عاطف نظمي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن نجل سيدة الكرم، أهلا بحضرتك في قناة اللوجوس. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ عاطف، وصلنا طبعا الخبر بالنسبة للحكم اللي صدر على أشرف، ويعني الحقيقة الموضوع ده ضايق كثيرين أن يصدر حكم بهذه السرعة على أشرف، بينما كل الأحكام الأخرى اللي متعلقة بالقضايا الأخرى بالنسبة لإهانة السيدة والحريق والسرقة والكلام ده كله لم يبث فيها. صعب علينا أن نرى يعني العلاقة بين الاثنين دول. اولا حضرتك قول لنا ايه رايك بالنسبه للحكم اللي صدر ده؟ اولا حضرتك، هو الحكم دون اولا الحكم فيه مش بطلان الحكم اصلا، يعني او الدعوه اصلا الجنحه لا اساس لها من الصحه. بدايه القصه ان لما نتابع هنلاقي ان زوج السيده نجوى المتهمه مع اشرف ده اصلا متهم في قضيه الاتلاف والتعريه بتاعت ست سعاد. واثناء التحقيق معاه هو اصلا كان على خلاف بزوجته ومطلقها قبل البلاغ ده بحوالي اسبوع. اثناء التحقيق معاه خيل لهم فكره ان هم يعملوا عمليه مساومه مع ست سعاد. فما بينها وما بين جوزها وما بين محاميها اتهموا اشرف ابن ست سعاد انه على علاقه بالسيده نجوى، وعلى علاقه بدعوه بانهم علاقه غير شرعيه ببعض، وبالتالي حرك جرح الزنا.
من اول وهله واحنا دفعنا قدام المحكمه بعدم جواز تحريك الجنحه لرفعها من غير الصفه، لان في دعوه الزنا لازم يكون في صفه لتحريك الجنحه، وهنا الصفه مش متوفره لان كان الزوج مطلق زوجته. دي اول حاجه. وده الدفع ده يعني من المفروض ان المحكمه ما تنظرش الجنحه طالما في الشكل لم يكتمل. هنا الشكل ناقص، فبالتالي اصبح عدم جواز نظر الجنحه ده اساسي وقانوني ولا يجوز، لكن المحكمه ما استجابتش للدفع ده واستمرت في نظر الجنحه. كنا احنا مع محامي الزوجه، كنا طلبنا من المحكمه انها تصرح لنا باستخراج شهاده من مأذون القريه اللي هو قام بالطلاق بان هو ما راجعهاش مراجعه شرعيه، يعني اللي عشان راجعها هو قال ان انا راجعتها قدام النيابه، لكن طبعا لا يجوز. استخرجنا شهاده من دفتر المأذون واثبتنا ان الزوج ما رجعش زوجته في فتره العده، وبالتالي لا يجوز له تحريك الجنحه. تاني حاجه، المحكمه بتحرياتها طلبت تحريات المباحث، تحريات المباحث لم تؤكد ان في وقعه ان في علاقه شرعيه بين الاثنين. وطبعا معروف في مجتمع الارياف ان مش من المعقول ان في شخص مسيحي هيتردد على واحده مسلمه مطلقه في بيتها اكتر من مره، ومجتمع القريه كله صغير وعارف بعضه، فمن المستحيل انه هيفكر انه يعمل حاجه زي كده والناس مش هتتقبلها. وبالتالي ده كان دفعنا تاني قدام المحكمه، والمحكمه ما استجبتش. المحكمه اول حاجه تحريك الجرحى من غير الصفه، ثالث حاجه عدم معقوليه الواقعه وعدم وجود تحريات تؤكد الواقعه، ثالث حاجه المحكمه استندت على شاهده واحده عندها 11 سنه وهي بنت المتهمه اللي اسمها نجوى. جات الشاهده وقالت ان امي كانت على علاقه باشرف وشفتها اكتر من مره، والبنت في محضر اتحاد وصفت العلاقه الجنسيه، وصفت عمليه العلاقه الكامله وكانها واحده مخضرمه وعندها درايه كامله بالعلاقات الجنسيه. وطبعا ده برضو غير مقنع وغير معقول ان بنت دون السنة 11 انها توصف بالدقه دي كلها علاقه جنسيه متكامله. وبعد كده لما سالوها طب انت تصرفت ازاي لما شفت الواقعه دي، البنت قالت انا ما عملتش حاجه، انا بلغت بابا. على الرغم من ان البنت مش مقيمه مع والدتها، البنت مقيمه في حضانه والدها. المحضر كله في الاول والاخر كايدي، وكل الدفوع دي ما شفعتش للمتهمين في شيء، والمحكمه استمرت في نظر الدعوه. وهنا في اخر جلسه كنا طلبنا مذكرات، وحتى في احدى جلسات المحكمه طلبت البنت عشان تستدعيها كشاهده تاخد اقوالها. جينا في الجلسه اللي قبل الاخيره، المحكمه جابت البنت لكنها ما اخذتش شهادتها، انفردت بالبنت لمده 3 دقائق في مكتب القاضي وما سمحلناش بالدخول، اتكلم معاها كلمتين ما ثبتش حضورها وخرجت. البنت روحت وانتهى التحقيق على كده من غير ما ياخد اقوالها. وفي المرافعه طلبنا ان احنا نثبت دفوعنا مره ثانيه وتقديم مذكره، القاضي رفض ان احنا نقدم مذكره وقال ان انتوا رفعتوا بما فيه الكفايه في الجلسه الاولانيه، فقلنا له يا فندم ان احنا من حقنا نقدم مذكره، فالقاضي رفض. فقلت له سمحت اثبت لي رفضك ده في محضر الجلسه انك انت رفضت تاخد مننا مذكره، وبالفعل صممت ان انا اثبت الدفوع في محضر الجلسه وحجز القضيه للحكم، وصدر الحكم اللي هو العجيب القاسي جدا اللي شفناه كلنا بالحبس سنتين وكفاله 1000 جنيه. طبعا الحكم ده قاسي جدا، الهدف من الحكم ده كله، اولا الحكم ده مسيس مش حكم قضائي، ده قرار صدر املي على القاضي لهدف منه الضغط على الست سعاد انها تتنازل عن القضيه الاصليه اللي هي قضيه التعريه وقضيه الاتلاف، لان ابو البنت زي ما قلت لحضرتك ان هو متهم رئيسي في قضيه الاتلاف. وبالتالي لما يضغط على الست سعاد لما ابنها ياخد حكم ويضغط عليها عشان تتنازل، فبالتالي يحصل مساومات سيب ونسيب زي ما بيحصل كل مره في قضايا الاقباط، وبالتالي يبقى هم كسبوا الجوله من غير اي خساير. طيب يا استاذ عاطف، حضرتك معاك الحكم اللي صدر، ممكن تقراه لنا عشان نعرف بالظبط ايه اللي صدر في الحكم؟ لا يا فندم، الحكم لسه ما اتكتبش، هو الحكم بيبقى فيه منطوق وبيتسجل في الاجنده، لكن الحكم ما بيتكتبش، الحكم بيقعد على عشان ناخده بنقعد بيبقى بيروح عالم النسخ، ومش قبل اسبوع 10 ايام عشان ناخد الحكم مكتوب ومنسوخ. فده البلاغ ده وصل لكم يعني شفويا انه ده الحكم صدر بهذا الامر؟ اه يا فندم، ده بيبقى مظبوط في اجنده الجلسات، يوميه الجلسات. طيب يعني القرار هل يعني الجلسات. حضرتك شايف ان الحكم ده كله صدر بناء عن شهاده سنها 11 سنه
ولم يعطى لكم فرصة انكم حتى تستجوبوها؟ هل كان في فرصة لكم ان انتم تسألوا الشاهدة اسئلة وتستجوبوها؟ بالفعل احنا طلبنا قدام القاضي ان احنا نستجوب الشاهدة، وبالفعل هو استجاب واجل الجلسة اللي قبل اللي فاتت لحضور الشهادة اللي بنناقشتها. لكن لما البنت حضرت القاضي انفرد بيها لمدة 3 دقايق، ما سمحش حد بالدخول، هو اتكلم معاها كلمتين وما ثبتش الكلام ده في محضر الجلسة. ولما خرجت البنت قال خلاص انا مش هاخد منها اقوال تاني، لان طبعا قانونا لا يجوز سماح شاهدة دون، يعني البنت عندها 11 سنة، فما ينفعش القاضي ياخد بشهادتها او تكون شاهدة، ده غير قانوني، وممكن ياخد بكلام على سبيل الاستدلال. علشان كده القاضي ما ثبتش اي كلام اي شهادة ليها، وبالتالي طبعا اصبح وجودها ما اعرفش طب هو جابها ليه، واحنا كنا عندنا بعض الاسئله عايزين نوجهها لها، لكن القاضي ما مكناش من الكلام ده كله، وانتهى بالامر ان هو حجز الجنحه للحكم، وسمعنا الحكم طبعا اللي حصل يوم الثلاث اللي فات. فحضرتك شاعر ان دي كلها لعبه سياسيه بتمارس للضغط على مدام سعاد انها تتنازل عن كل الحاجات اللي ارتكبت ضدها؟ بالتاكيد يا فندم، دون دي مؤامره اتعملت وبمشاركه النيابه اللي حققت مع اشرف، لكن مع الاسف القضيه زي ما قلت قضيه سياسيه بحته، الهدف منها الضغط على الست سعاد للتنازل عن الدعوه، لكن انا ما اعتقدش ان احد اتنازل، وان شاء الله احنا مكملين في الاستئناف، لان القضيه كقضيه جنائيه من اول جلسه تاخد براءه زي ما قلت لحضرتك، الشكل غير قانوني، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، اذا كان الشكل باطل فليه انا اكمل وانظر الجنحه طالما الشكل باطل؟ احنا ده كان الدفع الاول بتاعنا والاساسي، واللي كان مفروض من اول جلسه ما تنظفش بقيه الجلسات، لكن مع الاسف القاضي استمر في نظر الجلسات، وكان اتجاهه واضح من البدايه للادانه. حضرتك بالنسبة للقضايا التانية المختصة بالإهانة والتعرية والسرقة، إيه آخر أخبار القضايا دي؟ ما حدث فيها؟ القضية يا فندم بتاعت التعرية كانت اتحفظت من حوالي 5 6 شهور، وقدمنا تظلم في قرار الحزب للنيابة، والتظلم اتقبل والقضية مشيت في مسارها، وهي دلوقتي في مكتب الفني للنقل العام منتظرة تحديد جلسة. القضية منتظرة تحديد جلسة من أكثر من 7 8 شهور، طب ايه اللي باخر الجلسه؟ ده يدينا يعني يصير عندنا الشك ان القضيه مركونه في الثلاجه لحين الفصل في قضيه اشرف، علشان يحصل زي ما قلت لحضرتك موضوع المساومات. القضيه الست الواد ياخد حكم والست تخاف على ابنها فتتنازل، فينتهي الموضوع كانه ما كانش، ودي حق الست الغلبانه اللي اتعرضت واتبهدلت ومفيش حد جاب لها حقها لحد دلوقتي. طب احنا عارفين انه كان في ايضا سرقه واتلاف، وهل في كم قضيه مرفوعه بخصوص هذه الامور؟ بص يا فندم، هي القضيه متجزئه لاربع اجزاء، قضيه التعريه وقضيه الاتلاف والحرق وقضيه الزنا اللي كنا فيها دي، وقضيه ثانيه متهم فيها ضابط الشرطه وامناء الشرطه اللي قاموا بالتزوير في محضر الشرطه وتغيير اقوال الست سعاد لصالح لصالح المتهمين. اللي حصل ان هي بعد ما قدمت بلاغ في البدايه خالص جم ضغطوا عليها عشان تتنازل، الكلام ده ما حصلش، كان في شاهده حصلت جارتها قالت ان فعلا الست اللي اتعرضت وانا دخلتها بيتي وسطرتها بهدومي، ورجعت الست الجاره دي لما ضغطوا عليها وهددوها بابنها رجعت اتنازلت عن اقوالها وعدلت وقالت ان الكلام ده ما حصلش وكانت داخله عندي بهدومها. طبعا التنقل ده واضح جدا، لكن الست سعاد ما غيرتش اقوالها، وحصل تلاعب في محضر الشرطه وتقدم فيه بلاغ، فالجزء ده قدام النيابه وجزء التعريه قدام النيابه وجزء اتلاف قدام النيابه، وكل دول منتظرين تحديد جلسه من حوالي زي ما حضرتك من حوالي 7 شهور من بدايه السنه. أيوه. من شهر 12 اللي فات. أيوه. وما اتخذش فيهم قرار لحد دلوقتي. يعني الامر واضح جدا زي ما حضرتك قلت ان هم اسرعوا في القضيه دي عشان يصدر فيها حكم وعشان يضغطوا من اجل المساومه، وده طبعا امر مزعج ان نرى هذا في القضاء المصري الشريف اللي احنا كلنا بنشعر انه قضاء شريف، لكن على ما يبدو ان الامور دي بتاخد منحنى احيانا، يعني مش من السهل قبوله بالنسبه للناس شرفاء وامناء زي قضاه مصر. يعني انا اتمنى ان الرساله توصل انه اللي بيحصل ده اكبر اهانه لمصر واكبر اهانه للقضاء المصري. استاذ عاطف نظمي اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. مأساة في نظري الكلام اللي سمعناه من المحامي ده، مأساة.
وإهانة لكل القضاة المصريين. القاضي ده اللي ده يسموه بأمريكا هنا حكم مليان بالخروم، full of holes، يعني ما كل خالف كل الأعراف القانونية كل القوانين من أجل أنه يصدر حكم ليس له أساس من الصحة، فين ضميره؟ فين حتى أخلاقياته؟ احنا معانا مكالمة، بس حد لحضرتك فرصة للتعليق السريع وبعدين ناخد المكالمة. يعني هو الهدف اعتقد يعني رسالة مش لبس السيد سعاد ولا الأشرف ولا لأسرتهم، انما رسالة لنا كأباط كلنا ان مفيش حاجة اتغيرت، ان في مش بس هنوصلكم للإحساس بالظلم ان انت مش هتاخد حقك وتحس بالتمييز ضدك، ان هنوصلك للإحساس بالقهر، ان انت حتى ما يبقاش عندك فرصة لو توجهت للدولة ان هي تساعدك. الدولة جزء من المشكلة، جزء واضح جدا من المشكلة. القهر هو احساس عقلي انك devalued، انك قليل القيمة، ولما تحس بقلة القيمة دي ما تحس ان انت مش ملكش حقوق. فلو الناس وصلت للمرحلة دي، ده اللي النظام عايز يوصل، احساس القهر ده اللي شفناه في صوت البنت الست سعاد، واللي احيانا بتتكلم بقوه وانا يعني بحييها ان فيها كل القوه دي. الناس دي مش سهله تتكسر، وواضح النظام اللي فاكر ان هو هيوصلنا للقهر ده هيوصلنا ثاني ان احنا ننزل في الشارع بصراحه. يعني احنا كنا قبل سقوط نظام مبارك كنا على طول في الشارع هنا، ويقولوا علينا اباط مهجر، يقولوا علينا اباط الخارج، يقولوا زي ما يقولوا، كنا على طول متفاعلين. واضح ان احنا اقول لك على حاجه، الاقباط عندهم استعداد يصدقوا ان الجرائم الارهابيه اللي بتحصل في مصر ضد الاقباط وضد الكنائس صعب على النظام ايقافها، ويستوعبوا الالم ويشوفوا ان الالم ده ارهاب، وان الدوله هتحاول، وان النظام لو وقف على رجليه الارهاب ده هيقل. انما ما عندهمش استعداد ابدا يقبلوا حادثه زي كده، لان الدوله واضح جدا انها تقدر تجيب الحق. يعني السيسي لما طلع الرئيس السيسي الثورة وقال ان كل واحد هياخد حقه، كلام فارغ، وفي الحقيقة يعني عارفين انه مش هيحصل، وان الست هي بتتبهدل وقضيتها اتحفظت، وطلع على ابنها حكم، وزي ما قال المحامي سيب يعني ونسيب، وضغط على الأسرة. فين ايه كمية التدني ده حتى في المؤامرة يا راجل؟ حتى خلي عندك يعني نضج شوية حتى في التآمر، وعشان ما تبقاش مفضوح كده. ايه مشكلتك ان واحده تعرض تاخد حقها؟ يعني ده خلاص هيبوظ منظومتك. وعشان كده بقول التزاوج بين الشارع المتاسلم والسياسه ده حاجه مقرفه، ومش الحقيقه مش احنا الوحيدين اللي مقهورين، ومش احنا الوحيدين اللي بيحاول الحكم يوصل لنا منظومه القهر. في ناس كتيره جدا مقهوره، وان كنا يعني المجموعة الأكثر تعرضا للتمييز، وإن كنا المجموعة الأكثر تعرضا للقهر من مجموعات معرضة أصلا للقهر. يعني العيلة دي، القرية دي، لا أكيد تعليمها ضحل، أكيد حالتها الاقتصادية في الحضيض، أكيد مستواها المعيشي والفاسيلتيز سواء تعليم أو صحة مش موجودة، ناس مقهورة، إنما ممكن تقهر مجموعة تانية. الداعشية الشعبية دي لا تواجهها الحكومة، ومن مصلحتها انها ما تواجههاش. انما في الحقيقة يعني واضح ان احنا بقول لك في الوقت الحالي في شعور بالتململ وشعور بالقرف من تصرفات يعني هذا النظام. انا بقول لك يعني. اشكرك. طيب احنا يعني الحقيقة وقتنا انتهى، بس عشان في بعض المكالمات انا عاوز اديهم فرصة لو سمحتوا برضو النقط بتاعتكم وصلوها لنا. معنا الأستاذ جورج معوض، أهلا بك يا أستاذ جورج. أهلا، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا جورج، إيه أخبارك؟ الحمد لله. تعليق حضرتك على إحنا كنا بنتكلم على موضوع الفصل بين الدين والدولة، وورينا الأحكام اللي حصلت بالنسبة لأشرف ابن سيدة الكرم، وبنقول انه تأثير الدين على القوانين وازاي انه بيتدخل في القوانين ده شيء يعني غير مقبول. تعليق حضرتك على النقط دي كلها. هو بصراحة الكلام ده انا من رأيي يعني متأخر بقاله 40-50 سنة، لان كنا المفروض نتكلم فيه من زمان، لان الدين داخل في السياسة من زمان خالص، وعن طريق طبعا المادة التانية اللي في الدستور دي اللي ملهاش اي لازمة، واصلا
اخواتنا المسلمين يعني ما بيتبعوهاش وما بي ما يهمهمش يعني الاحكام بتاعتها، لان ما بيطبقوش احكام الشريعه عندهم. لو هم بيطبقوا احكام الشريعه كان زمان نص المصريين اللي بينهبوا ويسرقوا كانت قطع ايديهم من زمان، لكن ما حدش قطع ايديه، فما بيطبقوش الحدود ولا حاجات من دي يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كليه الازهر والجامعات اللي طالعه، الكليات اللي طالعه من الجامعات طالعه من كليه الازهر وكده، اتفكرك انه من اول لما بيتعلموا الاطفال هم صغيرين وهم لحد ما يتخرجوا ودكاتره ومهندسين و بيتعلموا حاجات من الدين بتحرك الناس ان هم يعملوا حاجات للاخوات والاقباط اللي احنا معاهم عايشين في مصر وكده. ف واصلا المؤسسات الازهر دي اللي بيتصرف عليها من الضرايب بتاعت الناس اللي في مصر. مظبوط. واصلا ما اقدرش ادخل احد ابتي كليه الازهر او جامعه الازهر، يعني ما حدش بيخش جامعه الازهر لانه ابتي، لازم يكونوا مسلمين. فدي قمه الديسكريميشن. فانت عندك، انا سمعت الأزهر انه حوالي 70 مليار جنيه مصري ميزانيه الازهر في العام، يعني مبالغ ضخمه. حرام يعني، حرام. وبعدين مظبوط. غير كده بيجيبوا ناس من بره، من افغانستان ومن باكستان ومش عارف ايه، بيخشوا على انهم هيتعلموا وبيرجعوا بيعملوا حاجات في اوروبا في امريكا وفي حتة تانية، واخد بال حضرتك؟ وبعدين مثلا البرامج الدينيه اللي على التلفزيون، كل ما تفتح محطات تلفزيون في الفضائيات تلاقي برامج دينيه اسلاميه، ما فيش حتى برنامج ولا برنامج مسيحي. فانت لا ولا تحط ولا مسلم ولا مسيحي، لو انت عايز تتفرج على برنامج ديني افتح محطه زي لوجوس او محطه زي اقرا عندهم في الفضائيات الاسلاميه، والواحد يفتح عايز يتعلم حاجه في الدين. لكن ما تفتحش انت التلفزيون كل شويه عمال تجيب برامج اسلاميه. طب وبعدين يعني، ما هو الناس قرفت بالحاجات دي يعني. لو تشوف الحاجات دي زمان ما كانتش موجوده، وما كانتش مصر نمبر 1 ولا نمبر 2 في العالم في التحرش الجنسي. النهارده الناس تدينت زياده عن اللزوم، وبقوا يصلوا 5 مرات في اليوم، وبقوا بيصوموا رمضان كله ووسط رمضان وخميس واثنين، والناس بقت ما عندهاش الاخلاق. يعني مظاهر التدين اصبحت دلوقتي واضحه في كل حاجه على السطح، لكن ودي النقطه اللي كنا بنقولها انه في الواقع انه ما فيش علاقه الزاميه بين الاخلاق والدين يعني. الاخلاق اكثر قدما من الدين. نقطه بالظبط. فالمظاهر، طيب ايه النقطه اللي بعدها كمان يا استاذ جورج عشان الوقت؟ اتفضل. النقطة كمان مثلا بنتكلم عن الجوامع اللي في كل حتة، والميكروفونات العالية والسماعات اللي بتسمع هنا وهناك، كل برضو الحاجات دي يعني عشان انت ما تبقاش دولة دينية ما تقعدش تحط كل الحاجات دي والزوايا اللي كل بيت بتلاقي واحد مطلع في بلكونته، وممكن تكون بلكونة واحد مسيحي يقول له ممكن نحط معلش السماعة دي عندك، ويطلع منها زاوية تحت البيت حته صغيره كده ويفرش الشارع يوم الجمعه كله ويقفله والناس تصلي. يا سلام. طب يا جماعه انتوا شفتوا ان التدين ده انتوا ممتازين قوي في الدين، لكن الاخلاق فين؟ ايوه يعني في ناس ما تعرفش من اساسه يعني ايه دين، وعندهم اخلاق اكتر من الناس اللي بتصلي كل يوم. ايوه اذا كان هنا ولا هنا يعني. فيعني هو بصراحه الموضوع، عشان كده انا اول كلامي يا دكتور قلت لك ان الموضوع بقى له 40 50 سنه تو ليت، فعشان احنا نصلحه مش هيتصلح. يمكن ان هو I'm not very optimistic about it، يعني احنا مش هنصلحه في وقتنا على الاقل احنا يعني. فربنا يسهل كده، ويمكن معجزه تحصل وان الحاجات دي فعلا يعني انا اقول لحضرتك حاجه. فور اكزامبل مثلا الرئيس كان عنده الاجتماع بتاع اللي بيعمله كل شهر للشباب، كان في اسكندريه. كل الاسئله طالعه من محمد ومن اسلام ومن ايه ومن محمود ومن مصطفى ومن فاطمه، ما فيش ولا مسيحي بيسال سؤال. حتى دي فيها تعصب. والواحده الوحيده اللي سالت سؤال بكل تفاهه، واحده قبطيه قالت له يا سياده الرئيس انت ليه مثلا مكشر لنا باستمرار وزعلان مننا ولا ايه؟ يعني هو ده اللي شاغلك انه زعلان منك؟ ما تجيبيش موضوع المنيا ولا طيب. السويف ولا فؤاد ولا الناس اللي عماله تتخطف وبتاع. مظبوط. ما هو يا جورج بص، هو دي محور الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، انه المجتمع المتدين
بينتج لنا الحكم الفردي. والكلام اللي اتقال كله النهارده انه القيادات والحكام بيسعوا لوجود هذا لانه ده بيديهم فرصه الانفراد بالحكم والانفراد. فلذلك من الطبيعي انه في لقاء زي كده لن يسمح ان يكون في زلزله للصوره اللي بتقدم. على العموم جورج اشكرك، والنقط اللي حضرتك ذكرتها التطبيق العملي للكلام اللي بنقوله، ازاي التدين مظاهر التدين في مصر متغلغله في كل حاجه زي ما حضرتك ذكرت، ومبداها الاساسي هي الماده الثانيه، الازهر، البرامج الدينيه، الجوامع والزوايا. كفايه الخانه اللي في البطاقه دي خانه البطاقه يعني انت يعني ربنا يسهل ربنا موجود. ميرسي قوي يا دكتور على شكر النصيحه دي. شكرا شكرا ليك يا استاذ جورج. طيب معنا ايضا مدام امينه. اهلا مدام امينه. اهلا، مساء الخير. مساء الخير. انا عايزه اقول انه المشكله اللي حصلت في المنيا ابتدت من ساعه ما فتحوا جامعه اثريه في المنيا وخرجت مفخخات زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. دي المشكله الكبيره، منين ما الازهر بيكون موجود في مكان بتلاقي فساد وخراب. التعليم اللي بيعلموها لهم بتغسل عقولهم وبتطلع منهم يعني البيئة الصحراوية اللي هم جايين منها، شغل البلطجة وقطاع الطرق اللي بيحصل في مصر ده بلطجة. التعليم اللي بيطلع بيها الأزهر بلطجة، وبنشوف واحد زي اسمه الحويني طالع على الميكروفون بيقول فين أيام الواحد لما يجيب الكاميرات ويروح يبيعها في سوق النخاس. الكلام ده مين اللي بيقوله؟ اللي يقول لك انا عايز راس في القرن الواحد والعشرين وباعها في سوق النخاس، دي لغه مين؟ دي لغه بلطجي قطع طريق. طب اتعلم الكلام ده منين؟ اتعلمه في الازهر. فهي تعليم الازهر تعليم بلطجيه، تعليم صحراويه، تعليم لا تصلح لاي زمن ولا لاي مكان. احنا هنا عايشين في امريكا مع الهنود والهندوس والسيخ وكل الجنسيات وكل الديانات، ما شفناش فيهم واحد طلع بشغل بالفكر البلطجي اللي زوروا الاوراق بتاعه والشهود بتاعه السيده بتاعه الكرب. ما هم خريجي الازهر من ساعه ما اتفتحت جامعه ازهر في المنيا، والمنيا بقت مفخخ للاجرام والشر، واللي ماسكين الشرطه والقاضي نفسه، القاضي نفسه ما عندوش ضمير لانه اتعلم كده. ده هو بيضرب في واحد كافر. لا. يعني هو شغلته انه يقتله عشان ياخد له كم حريه. وده هو ده مدام امينه هو تعبير عن اللي احنا بنقوله، الدين لابد ان ينفصل عن الدوله، لابد ان لا يكون جزء من الاحكام. اللي بيحصل ده اللي حصل مع اشرف هو تطبيق عملي كيف ان الدين يسيء الى كل العالم واحد كله. طيب مفيش دين سبب مشاكل وسبب ارهاب. هو النهارده العالم كله ده ما بيتكلمش غير على الارهاب الاسلامي. ليه؟ غير لما الازهر طلع. ما هو كل ده طالع من الأزهر. في أي وقت مدام أمينة أشكرك على مداخلتك، في أي وقت الدين بيصبح متداخل في الدولة بيسبب مشاكل، مش بس الدين الإسلامي. لما كانت في العصور الوسطى الدين المسيحي الكنيسة هي اللي متداخلة في الدولة، كانت عصور بسميها الجاهلية. فلازم نضع المبدأ الصحيح، لا مكان للدين في السياسة ولا تداخل بين الدين والسياسة. متشكر مدام أمينة. الأستاذ محمود هتكون آخر مكالمة لينا على عجالة من فضلك. أهلا يا أستاذ محمود. مرحبا، تحياتي لك وتحياتي لكل لوغوس ولضيفك الكريم وامنا سعاد اللي على راسنا وعيننا. احنا يعني فعلا هذه المراه تستحق انها تكون ايقونه، بيكوز قديش معاناتها صارت ولحد الان يعني في عتب بسيط. خلينا اسكر اكثر. في عتب بسيط وسؤال استفساري، العتب إلكم ولمصر وللنظام وللسيسي. يعني معقول أنا بس سؤالي لحضرة السيسي ولأهل الخنفس؟ أهل الخنفس حيفهموا علي الكلام ده كلام بلدي. حترضوا لو واحدة سيدة من عندكم تعرض في البلد؟ حترضوا يا أهل الخنفس؟ اسألوا السيسي اللي من عندكم حيرضى؟ إذا حيرضى معناها شكرا لكم، شكرا لرجولتكم لشواربكم ولشرفكم وكرامتكم يا اهل الخنفس. اسالوا السيسي، الست سعاد قصتها حتروح فين؟ اسالوا الازهر، اعتبروا دي امكم. الامن القومي المصري، انت تروح تبعت جيش على البحرين
مع السعودية وعلى قتل الأبرياء في اليمن، وعندك الأطفال عمال بينشنخوا وبينتحروا لأنه ما فيش فرص عمل يا سيدي. تم القواعد العسكرية لحد الآن ما سمعنا عن التعديل في المناهج الدراسية وتعديل في خطاب الأزهر والتعديل في الخطاب الديني. نعم. كيف سمعنا في فتح قناة السويس توسعتها وفتح القواعد العسكرية ولحد الآن ما سمعنا النتيجة بالنسبة للمناهج الدراسية، تعديل القوانين وتغيير مناهج الأزهر؟ لحد الآن مناهج الأزهر مناهج قتل، لحد الآن بتمددوا في أبطال القتل أيام الفتوحات الإسلامية. يا سيسي إحنا رايحين وين؟ بنكذب على مين؟ أنت عمالك من بال عمالك بتنسق مع نتنياهو وبتدخلوا الصهاينة من صوب وبتقتلوا الفلسطينيين من صوب. خلونا ساكتين، الكوليرا في اليمن يستحوا. طيب. وبعدين معاكم هذا عرضكم الست ساعات، هاي شرف. نعم. كل مصر قاهرة الظلام، القاهرة قهرتوها شرف الست ساعات. وين يا سيسي؟ وين يا أهل الكونفوت؟ بعدين يا دكتور لو سمحت، كل المصريين ليش ما تعملوا وقفة وتطلعوا للسفارة المصرية وتنزلوا للكونغرس تعملوا لهم رسالة، تقولوا لهم هاي الرسالة يا سفارة مصرية، وإذا ما في رد إحنا رايحين على الكونغرس بنقدم ورقة شكوى لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي كوننا مصريين. وصلت الرسالة يا أستاذ محمود، أشكرك على مداخلتك. أشكرك على مداخلتك وأنا فعلا يعني عارف قد إيه أنت من قلبك متضايق من اللي بيحصل زي ما كلنا متضايقين. الوقت بتاعنا انتهى، حضر حضرتك دقيقة واحدة تلخص كل اللي قلناه النهاردة، الدين والدولة. يعني احنا اعتقد الحلقة النهاردة ابتدت بجزء يعني نظري وانتهت بجزء تطبيقي، ازاي عيوب الدولة الدينية وازاي عيوب فكرة الفرز المقدس اللي بيحصل في الدولة الدينية، وانتهت بمثال لخطايا الدولة الدينية. سيدة سعاد مثال لفكرة الفرز المقدس لأنها لا تنتمي للأغلبية الدينية، أصبح بواجب الدولة أنها ما تديش لها حقها، وواجب الدولة أنها تحمي المعتدي. إحنا عندنا نتاج قذر جدا من الفكر الداعشي اللي اعتمد على تاريخيا اعتمد على ثقافة العبيد والجواري والغنائم، ولما تطور العالم أصبح مش قادر يجاري العالم ومش قادر يجاهر بأن ثقافته الإنتاج مش فيها، إنما أصبح برضو فكر العبودية موجود. أعتقد إن تزاوج بين الدين والسياسة في العالم العربي هدفه سياسي بحت، إن مستفيد بيه كل رجال الدين، وفي الآخر الناس كلها الضحية سواء مسيحيين أو مسلمين، كل المجتمع ضحية لأنه بيفضل تحت الفقر والجهل والتخلف وتحت حكام بيحكموه بسلطة مش بنجاح مشروعهم السياسي ولا الاقتصادي ولا التنموي، إنما بس بحماية يعني كاذبة لرجال الدين. أستاذ إليا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على كالعادة تحليل رائعة وكلام في الصميم. أحبائنا المشاهدين نشكركم على تواجدكم معنا النهاردة، ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. نسمع أخبار كتيرة بالنسبة لمصر والأحداث مصر والشعب المصري، فإحنا كنا عاوزين نطمن على بلدنا الحبيبة. اللي بنشوفها في الوقت الحالي في المجتمع عموما المصري وبالذات في المجتمع الامريكاني. اذا حبينا نعرف شخصية السيد المسيح، من هو السيد المسيح؟ ما الذي يميز السيد المسيح؟